اوكي مرحبا، طالع ببث حي هلا جاب على الأسئلة الشباب. يعني اللي بحضروا ماش الصبح، شو بعد كمان. فطبعا انا بصير بس هيك عم بتمدى يعني بطريقة مريحة، يعني بس مريح حالي. شو كمان، فاللي عنده اي أسئلة تفضل يسألها. طبعا هون مفيش حوالي كراسي، ما عم بستعمل السرير زي كونه كرسي يعني. شو كمان، فاللي عنده أي أسئلة يطرحها. طبعا احنا عاملين سهرة الليلة. شو كمان، طبعا رابط قناتي موجود على على المنشور تبع البث الحي. طبعا في كمان رابط موقع كتب مجانية بالمعلوماتية، وهذه اوكي وبس. فأنا بس منتظر أي أسئلة منكم. اوكي عنده أسئلة يطرحها، نحن هون موجودين الإجابة على الأسئلة. أوكي أنا بس عم مرتاح على السرير يعني مش أكتر. فش كراسي حوالي يعني بهاي الغرفة، وهيك كمان اللي باخد راحتي أنا بالحكي. فاللي عنده أي سؤال تفضل يطرحه. طبعا صار من الصبح عم بعمل بث حي، يعني قد ما في قد ما في قد ما في. وبعدين في كتير شباب عم تمروا على المجموعة. شو هذا 44 واحد عم بحق، يعني هلا مدخل 44 واحد فرط كبسة يعني. يعني مش عم بطلع مين عم بيحاول يدخل على المجموعة يعني، عرفتوا كيف؟ وأنا من الناس اللي ما بتفرقش معي يعني، عرفت شو؟ وبشكر إدارة المجموعة على وضعي كمودريتور. أوكي يعني هذا من ذوقهم يعني، عرفت شو؟ وتقديرهم لأهميتي يعني، عرفت كيف؟ وبس مش أكثر يعني، فيش شي هلا ببالي. شو كمان، هاي هي. فأنا بس بدي أعمل هاي شغلة البوز، لأنه كذا مرة الشات ما ببين غير ما بعمل البوز. فاللي عنده سؤال تفضل يطرحه. أهلين توفيق، أهلين حبيبي. أوكي فاللي عنده سؤال، أنا عارف عادل توفيق، عادل عارفك وبدك تشد علي من قلب رب أعمل ال open earth. أوكي لا دي هلا خليني أركز على قصة بس الحقيقة. أوكي انا بالبيت لوحدي. اوكي اهلي لحالهم هلا بالغرفة تبعتهم، ما شو بالصالون، انا لحالي بغرفتي. اوكي فاللي عنده اي سؤال يطرحه. اوكي صحيح، انت سألت سؤال يا توفيق، خلاص راحت عليك. بمزح وبس شو اكثر. قبل ما اجي على البيت حطيت التلسكوب برا، هذا الجو صافي يعني، لو بدي بظبطها بتطلع معك. اوكي لسه بعدني فاتح حبيبي، خليهم بعد السهرة على الاول. اوكي يلا بنحكي بنحكي احكي، اذا بدك شي احكي هون، شو المشكلة اذا في شي مش خاص. اوكي مش خاص جدا يعني، شو طبعا شغل يعني، عم بحكي اذا في شي شغل بعدها. اوكي تحب تعمل شو؟ ما فهمتش. شو يوفت هاي ما فهمتها. شو صيانة صناعية يعني، كيف صيانة صناعية؟ لحد هلا ماني فاهم عم تحكي شي، يمكن انا
انا كنت عم بدخله بالفرنسي فعم بحاول افهمه يعني، عرفت شو؟ كله ما بعرف فيه هذا بتحكيني فيه كده. الكترونيك كله هذا، اذا الكترونيك انا ما بعرف الالكترونيات سامعني، وتبلوهات الكهرباء وهي انا ما بعرف فيها، عرفت شو؟ بدك بس بسألك رفقاتي يعني، رفقاتي هن شغلتهم شو اسمه كهرباء صناعية يعني، عرفت كيف حبيبي؟ طيب شو بفهم انت؟ عم تحكيني اشياء مش برمجة، بالنسبة لي مش برمجة. اوكي، بعرفش انه مصنف كبرمجة حتى. اهلين هي سافيكو دوت كوم. طيب بس خليني نشوف شو بعت لي توفيق. تمام طيب. بس لحظة حبيبي، شوف توفيق شو بعت لي. سيريكو، عم تكتب لي فرنسي يا توفيق حبيبي؟ ما بعرف فرنسي انا، مش شاء الله. ما بعرف فرنسي. نشوف اياهم شو بدها، بلكي بقدر اجاوب اسرع. انا عندي مشكلة انه انا دارس انظمة معلومات وتخرجت بكالوريوس. اوكي، بحس انه بعرف لغات البرمجة بطريقة اكاديمية، فاهم كل شيء بخصها وبقدر اقرا الاكواد وافهمها، لكن هلا عاجز اعمل حتى لو كود برمج واحد. معك حق يا هيام. يا عم انا اقول لك، هاي ما راح تقدر تعمل شيء الا اذا انت مثلا يعني حبيت تخترعي برنامج، عرفت شو قصدي؟ يعني شوفي انت شو تعلمتي بالجامعة، على القليلة تعملي برامج قواعد بيانات. اذا بلشت تعملي برامج قواعد بيانات بلشت تنجي، فهمتيني؟ اوكي، يعني بدك تعرفي مثلا خلينا نفترض تعلمتي سي، ربطيها مع واجهة رسومية مثلا مثل دبليو اكس وجاتس او الكيوت. اوكي، اوتيكا انتر، ماشي. لكن شو بدي اقول، لكن لما نجي او من طريقة الاكس ويندوز تبعت يونكس. اوكي، لكن شو بسموه، لكن بدك بعدين بيبقى عليك تعرفي كيف مثلا تجيبي مكتبة قواعد بيانات مثل الماي اس كيو ال. اوكي، بالسي بلس بلس مثلا. في المقابل نفس الحكي بنعمل بالجافا، يعني مش هيفرق. اوكي، بس الفرق انه ادارة الذاكرة مش موجودة، بس هي القصد. وكمان في عندك بالسي بلس بلس في عندك الستاندرد تمبليت لايبرري. اوكي، يعني هيدي وحدة من الشغلات. هلا انا مش هالقد داخل بامور ستاندرد تمبليت لايبرري وهذاك الكلام بالسي، عرفت شو يعني؟ سي ما استعملتهاش للتدريب للدراسة او للشغل بمعنى الحقيقي يعني. اوكي، بس انا لإلي بس عشان احنا ما حداش بشتغل فيها، فبديش انساها يعني، عرفت كيف؟ وبحس حالي انه كتير مرات مقصر مع حق حالي وبحق قيمتي كمبرمج يعني اذا ما بعرف سي. فبدك تاخدي انت تحط ببالك مثلا مشروع قواعد بيانات وهو لحاله راح يعلمك كل شيء، فهمتيني؟ انت اخترعي له البرنامج، مش تروحي تشتغلي لحدا تاني. اوكي، وانا عارف الكلام بقول لك اياه يعني قد ما احكي لك يعني حيضل بالهواء، بده حدا يمسك فيك شوي شوي هيك. اوكي، او انت تحطي براسك، ما في مش يعني قد ما احكي لك انا بدك تشتغلي على حالك. هاي يعني مش عارف كيف بدي احطها بقلبك، عرفت كيف؟ عشان تصير انت فعلا حط لك هالشعلة
او الشرارة اللي تفرقع عكاكي مثلا تبلش شغل، عرفت شو؟ او شيء اللي هو يعني ما بعرف، يمكن المصاري تخليك تشتغلي، تحس انه لازم تعمليها، عرفت شو؟ بدك شيء تحس انك اخذت زي ما يسمى الريورد اللي هو الجائزة بتاعتك، عرفت كيف؟ توفيق ليكتب لي بالعربي او بالانجليزي لنفهم عليك. المنهج له دور يا طالب، المنهج له دور حبيبي، المنهج له دور، اوكي، المنهج له دور كتير كبير، عرفت شو؟ بس هني ما بيقولوا لك والله انه بدك تكمل على اللي تعلمته، عرفت شو؟ هاي المشكلة، ما بيقولوا لك انه بحسسوك انه خلص انت تعلمت وتعلمت كل شيء، توصل على بعد الجامعة وتلاقي حالك انك مش من بعد في اشي ناقصة. انا اقول لكم شباب، بعد الجامعة ما يعني تروحش تدور على نصيحة، نصيحة ما تدور على شغل عند حدا، اوكي، هاي حقيقة يعني بحكيكم اياها. بيب عليكم سنتين تتعلموا، بعد عليكم سنتين تتعلموا، اوكي، سنة او سنتين تتعلموا، فما تطلعوش عند الناس تروح تقدم على شغل، اوكي، شغل اي شيء تاني، مش ضروري تشتغل بالبرمجة، خلص هدول الاشياء التجارية تعلمهم بالبيت، تكون حسيت حالك اكيد واثق من نفسك، بعدين اطلع، اوكي، انا هيك شايف يعني، لانه احسن تتبهدلوا يعني، عرفتوا كيف؟ فتعلم الاندرويد مظبوط، تعلم الداتابيس صح، تعلم كل هالقصص صح، اوكي، يعني هلا صح انا بقول لك سنتين، وسنتين طوال مش قلال يعني، بس انا بحكي لو فرضنا مشيت على النمط الدراسي تبع الجامعه يعني، عرفت كيف؟ فانت تضغط حالك خلص وشو ما بدك تشتغل اي شيء تاني، بس عرفت كيف؟ في ناس انا بعرفهم مروا علي يعني معرفه، بس معرفه، عرفت كيف؟ وفي لي زميل بالشغل هذا درس كمبيوتر ساينس، بس هلا هو مدير مطاعم، اوكي، هلا مدير عندنا الاتش ار عندنا، عرفت كيف؟ ملوش بالاي تي، بيجي بيسالني بالاكسل، اوكي، انا اللي اشتغلت على حالي بالاي تي، فهمتوا كيف بتصير؟ ف ما بعرف انتوا بتشوفوا يعني خلص القصه حالها تبعيت زميلي وهذاك الشاب اللي شفناه جاي يقدم عنا على الشغل، وصار له سنتين تارك شيء اسمه كمبيوتر، بقول لي اتذكرت يعني، ما معقول تكون هيك جايينا يعني، عرفت كيف؟ بدك تقدم على شغل عندنا، اوكي، على راسه عيني والله بنشغلك، بس ما بنقدر نشغل حدا مش قادرين نستفيد منه، اوكي، كل شوي بده يقول لي انا تذكرت، هلا تذكرت شو عم تحكي، شو هلا فهمت عليك شو عم تحكي، ما اكون يعني طبعا انا مني هيك، انا لما كنت اول ما بلشت اتعلم بتذكره عن حالي انه ما كنتش بهالطريقه، اوكي، كنت اتضايق انه انا ما بعرفهاش الشغله، شو بالكمبيوتر ولا عن حالي تبع الكمبيوتر بعرفش كثير، هيك عندي يعني. طيب لا انا درست بلبنان يا طالب، احنا عندنا العلم كثير قوي بلبنان، كثير انتم ما انتم عارفين، كثير 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 اكثر ما بتتصور العلم عندنا بلبنان، حتى الاوطى جامعه عندنا احسن يمكن انا الجامعات الثانيه اللي بتشوفوها بالدول العربيه، اوكي، والجامعات السوريه لا باس فيها، اوكي، عم بحكيها بصراحه يعني، اوكي، بس مشكله عم بيعلموا بالعربي، هي هي بس قصه لغه عربيه مش اكثر، بس اذا بتجيب مثلا يعني نفس سوريا او لبنان الاردن تمام، يعني كنت أنا مرة علمت شاب، أوكي، يعني الصراحة حط براسه بده يشتغل على حاله، أوكي، والله يعني شاطر شاطر طلع الشاب، وخزق رفقاته بقلب المزروع، المجموعة تبعته بقلب المشروع، طبعا يعني عندهم بيعملوا زي لجنة تحكيم على المشروع، عرفت كيف؟ الأساتذة، ف خزقهم كلهم يعني، بديش أستقبل الكلام بس شو أفحمهم كلهم رفقاته، كان قاعد واخذ الاشياء البسيطه، هو عمل مشروع وهو اخذ التنفيذ، عرفت شو؟ لا عافية عليه، هذا اسمه هشام، اوكي، وبعدين شو اسمه، والشباب الفلسطينيين يعني روعه بيعجبوكم، عرفت شو؟ اللي هن دارسين بغزه، شوف قديش حصار وبطيخ، اوكي، وماشي حالهم يعني، عرفت شو؟ هاي في واحد من هلا بالمكسيك، اوكي، كل شوي بيقدم بياخذوه، ف يعني هو عرف ينفذ من غزة، عرفت شو؟ فالفكرة يعني انه طبعا انا بعطيكم كل هاي اسماء بتضل فردية انا عارف، بس نحن عندنا الجامعات بلبنان قوية، انا بعرف هذا الشيء، اوكي، والعلم عندنا من يوم يومه بلبنان بنحكى عنه انه قوي، اوكي، وهي مش دعاية، تمام، روح اسأل الناس اللي الكبار، اوكي، اللي يعني مثل جيل ابوي وهيك، وشوف شو بقولوا لكم،
تمام. طبعا انا الماجستير درست برا، بس الماجستير درست برا. اوكي خلينا نكمل هلا. ديام اوند، هل تعتقد ان هذه طريقة حضارية ام انت في وضع نوم وتتكلم مع الناس؟ اي طريقة حضارية، لان انا ماخذ راحتي، عرفت كيف بدي الحكي. طيب اوكي، لان انا بيتي، عرفت شو حبيبي، ما بدي يعني ما بديش اضلني محابس حالي بطريقة رسمية، فاهمني كيف؟ الشباب حابين هذا الشيء، يعني هن بس همهم يتعلموا منك. اوكي طيب، بعدين انا ما عنديش كرسي بغرفة، تعرف شو، عم بستعمل السرير، خلاص بنام عليه قهوة. اوكي طيب، انا عندي مشكلة في لغة سي قديمة، لدينا طريقة حل البرنامج، اكتب البرنامج مش البروجرام، اكتبه عربي. اوكي، على البرنامج بطريقة طريقة الدوال، في لها function، كلمة function معناها دوال. اوكي طريقة الفانكشن، في لينك لهذا حتى افهم كيف الحل. طيب سي مش شغلة قديمة، سي شغلة دائما مستجدة وشغلة بعدين. اصلا السي كل عمره بتنكتب بطريقة procedural، هي طبيعتها هيك، السي الصافية بتنكتب بطريقة procedural، منا طريقتها يعني وضحت القصة، انه ما طريقة لا انه اوبجكت اورينتد ولا انه ولا شيء، هي بروسيجر اصلا. اوكي ومع ستراكتس، يعني اذا انت بدك البديل عن الاوبجكتس بتحكي عن ستراكتس هناك. طيب وطريقتها اكيد امبيراتيف، يعني حتمية، اوامر ورا بعض. اوكي هلا شو كمان هلا، كيف تكتب؟ عندك المين فانكشن بتحط فيه شغلك العادي، كل مهمة بدك تحطها بتحطها بفانكشن لحال. تمام اوكي، هي هيك السي بيكتبوا فيها، عرفت شو؟ هلا اذا فهمت شيء ما بعرفه، اوكي اذا انت عندك مشكلة بالفاريبل سكوبس، اوكي بالنسبه للفانكشنز، يعني انا نصيحه لك تخفف من الجلوبال فاريبلز قد ما فيك، تمام، واستعمل كل شيء بارامترز بالفانكشنز. اوكي قد ما فيك، يعني بتصير تكتب طريقه كتير قريبه من الفانكشنال بروجرامينج، اللي هي عندهم القاعده الاساسيه انه ما في جلوبال فاريبلز، او كل الفانكشنز بتكون بيور صافي، يعني ما في، كل شيء بدك تبعته عن طريق البارامترز. اوكي كل فانكشن مستقل بحد ذاته، تمام، ممنوع الجلوبال فاريبل، بيخليك تعدل يعني بيخليك او بتسمح للفانكشن انه يعدل على هذا الفاريبل من يعني هو الفاريبل، مثلا اذا هاي فقره الفانكشن الفاريبل طلبته هون وهو اصلا جلوبال، يعني معرف بريت الفقره تبعته، بتقدر تعدل عليه من جوا، فلو في فانكشن تاني طلب نفس الفاريبل بصير بيعدل عليه، فانت هون هذا الفاريبل صار عم بعدل عليه مرتين من المين، بتطالب تلاقي مغير بطريقه او باخرى. واذا كان عندك عم تحكي ب مالتي ثريدنج، بدأ بصير يعني اثنين فانكشن قاعدين بيلعب نفس الجلوبال فاريبل، بتعمل خربطه، عرفتوا ليش؟ بار نيو، ما هيدي ما فيها حيره، انا معي اللي بدي امشي على طريقتي، اوكي وبتعلم الصح، اوكي معي بتبلش زي الناس، سي ثم جافا ثم بي اتش بي، اوكي او بي اتش بي قبل جافا اللي بدك اياه، بس انا بفضل تبلشوا بالجافا لانه تعملوش مثلي انا، غلطت اني بلشت البي اتش بي. اوكي تعلم جافا، اوكي انا اخرت الجافا كتير، يعني ما كانش لازم اخرها، تمام، عشان الشغل، عرفت شو يعني، بس بلشت حل مع الامور، بس بلشت اتعلم جافا. اوكي بي اتش بي لانه كان في زمان، يعني بعد على اول الالفينات، اوكي كان في الطحش، الكل بده يتعلم بي اتش بي، في سوق يعني، عرفتوا شو صار، مشان هيك انا مشيت فيها، بس للثبات والاستقرار بالعمل لا، خد جافا بالاول. اوكي بتمشي سي بتشوف شو عليها، وبتمشي جافا بتشوف شو عليها، بعدين بنفس الوقت بتكون فهمت شوية HTML و CSS مع جافا سكريبت وهذا،
وشوف لك لغة مثل بي اتش بي، نود جي اس، الجافا، شوف تعمل جي اس بي بهالطريقة. الطريقة في عندي فيديو بقول لك كيف تصبح مبرمج خبير بقناتي على اليوتيوب، مسجل بالمنشور رابطة، اوكي سجلوا فيها. بقول لك كيف بتصير انت خبير معلوماتية لحد ما تصير بعمري، يعني انا هلا داخل على الـ40، قريب كثير، يعني صار لي سنة زمان بصير بالـ40، عرفت كيف؟ كيف بتصير خبير معلوماتية من لحظة ما تتخرج لحد ما توصل لـ40 سنة، فهمت كيف؟ فهذا اللي عم حاول اقول لكم اياه، انه شو الاشياء بتصير تتعلمها مع الوقت، كيف بتكبر، كيف بتصير، تمام؟ ولما تصير بعمري اوكي بتوصل لمرحلة خلص ما عاد لك خلق تكتب كود، لازم بدك تكتب كود بالاول زيك زي مجند بالجيش، الجيش المجند بيحمل على هذا، بس الضابط خلص ما عادش بصير يحمل سلاح، اوكي بشكل عام ما عادش بيحمل سلاح يعني، او بصير بس من الاداره تبعت الجيش، اوكي. فنفس الشيء هيك انا عم بحكي لكم، اوكي بالاول انتم صغار بتحملوا وجع على التكويد، بس تكبروا بتصيروا بالاداره، اوكي. طيب ايه اكثر مشكلة وقفت قدامك في تعلم البرمجة كانت ممكن تخليك تسيب المجال ده خالص؟ born new، ولا مرة حسيت انه انا بدي بطل الكمبيوتر، ولا مرة، اوكي. انا عندي شغف هذا من صغري، ما عندي اياه، ما عندي شيء يبطلني على الكمبيوتر، تمام، ولا مرة، تمام. انا بقول لك شو بصير معي، مش بطل برمجة، ما عادش بصير لي خلق او اطلع بالكمبيوتر، عرفت شو، ما عادش بدي خلص، بصير توصل لمرحلة ما عادش بدك تطلع على تحل مشاكل الناس، فهمتوا كيف؟ هذا موضوع تاني يعني، ما خص انك تكره البرمجة، تكره انت فكرة حل المشاكل، خلاص تروح حل اللي عندي بدي حلها انت، اوكي بعد ناس ضلني احل لكم. فهي هيك توصل. في ناس بعرف واحد، انا تفاجأت يعني انه شو اسمه، يعني صاحبي خبرني عن واحد لما كنا باستراليا، اوكي قال لي هذا كان كمبيوتر، كان مبرمج كمبيوتر، اوكي انه شو، طب شو ماله، ليش هيك عم يشتغل شغل تاني، اللي خلص ما عادش بدي احل مسائل العالم، عرفت كيف، بكفي حليت كتير، اوكي. فبهالطريقة يعني توصل معك خلص حدها انتهى، اوكي كل واحد بيوصل مرحلة خلص انتهى، هذا كيف بكفي لحد هون، اوكي. بس مش معناها بتكره المهنة يعني، عرفت شو، اوكي. طيب لا اشتغل بالأول، اشتغل دور على الشغل بعدين بنحكي بالماجستير، مش وقت تحكي بالماجستير، تمام. بس ماجستير برستيج شباب، برستيج بس مش أكتر، اوكي ماجستير بس برستيج، عرفت شو. وبعدين لما تيجي تشتغل بتفيدك تكون انك بوضع الإدارة، بكون إذا انحطيت بمنصب إداري بتكون لك قيمتك وهيبتك أكتر، تمام. بس هذه فدوروا على شغل من الاول، اوكي. بس مثل ما حكيت مش عشان نكون كلام منطقي شوي، انه انا مش قايل لك ما تروحش تروح تدور على شغل، بس انه اصبر لك شوي، تعلم لك كم شغله من هدول اللي احنا بنحكي فيهم قبل ما تنزل على السوق، تصير تقول للناس انا بعرف نازل وفاضي الايدين، لا ما تنزل بتزبطش معك، فهمتني كيف؟ مش لما حكيت لكم عن السنتين هدول اللي بيبقوا علينا او السنه بعد الدراسه، هول تحط راسك تخلصهم، لانه اصلا خلال الفتره رح تطول لحتى لحدا ياخذك بشغل، تمام. اوكي يعني عم نقول بشكل عام، يعني اذا صادفت الفرصه والحمد لله، بس احنا بنحكي رح بتطول تلاقي شغل، فهمت علي كيف؟ طيب بعدين عم بسأل طالب بقول هل تؤيد دراسة الماستر أونلاين أو البكالوريوس؟ شوف شو أنا أقول لك، دراسة أونلاين للماجستير أو البكالوريوس نصيحة، تشوف الدولة عندك إذا قبلانة الدراسة بالمراسلة، ماشي حبيبي؟ بس هذه أوكي؟
شوف دولتك إذا بتقدر تعملك معادلة للشهادة هاي عن طريق ال يعني هاي مهمة، لأنه هون مسألة المعادلات كتير حساسة. إذا بدك تروح من بلد لبلد مثلا صادفت، إذا أنت مش ناوي تسافر موضوع تاني. أنا ما عم دعم مشجع على السفر ولا إشي. أوكي، عم أقوله إنه عندك أنت إذا في حال صادف، يعني إحنا ناخد الشهادة بس كرمال الأوراق الرسمية مش أكتر، فلا يكون معي ورقة رسمية. الله يعافيك اللي بعد علي. اوكي، ففهمت شو المقصود، عرفت كيف معتز او مين شو اسمه طالب. اوكي، فالفكره انه بس عشان الاوراق الرسميه، شوف قصه المعادله عند الدوله، شوف النقابه شو بتقول لك كمان، ماشي؟ اذا في نقابه لموضوعنا. اوكي، اللي زعلان شو بيزعلان، زعلان اصبر على نفسك، مقصر كثيره. تمام، تحليل بيانات شو اسمه بحاجة انك تتعلم شو اسمه تحليل بيانات ولا تحليل هياكل البيانات وهذا الكلام. اذا بتحكي عن داتا اناليسز بدك تتعلم statistics وتكون شاطر رياضيات، ماشي؟ بدك تتعلم احصاء، يعني لو فتت مجال الاحصاء شوف بمجال علم الرياضيات في عندهم يمكن اختصاص احصاء. اوكي، والبرمجة حتكون مجرد ادوات تستعملها مع ال يعني يمكن لو استعملت الاس بي اس اس او استعملت برنامج الاس بي اس اس او الاكسل او شغلات من هالكلام بتعمل عليه تحليل بيانات، مش بحاجة كتير يعني. اوكي، لانه الاكسل نفسه فيك تربطه من خلال الفي بي اي على على قاعدة بيانات، ماشي؟ كوتلين اعتمدوها من جوجل، انا ما بعرف كثير عن كوتلين، بس لانه الجافا لما تلف بالسوق، شوف انت مواقع التوظيف، مش على الفاضي نحكيك عن جافا. فهمت علي يا طالب؟ نحن اذا انت بس عشان الاندرويد، لا انا بحكيك عشان الشغل بشكل عام. اوكي، جافا معناها الويب سايتس، معناها التطبيقات الاندرويد او النوكيا في حال اذا كنت حبيت تشتغل على النوكيا القديم، وشو اسمه وكمان تطبيقات المكتبية، عرفت شو صفح المكتب، عرفت علي كيف؟ فكرمال هذا الشيء مش أكتر. تمام، وبعدين مش معناها انه كوتلين يعني حتلغي الجافا من الآخر، يعني هاي محسومة. اوكي، تسلم طالب. اوكي طيب، والمصري الله يعطيك العافية حبيبي. هلا انت بسوريا حبيبي، ما انت عارف الوضع. هلا الثاني سامع بشار الجعفري عم بيحكي على التلفزيون، اذا كانك حضرت من شوي روح احضر، روح راجع الحلقة. كان لسه للتو، ما صار له زمان عم بيحكي، حكى بكل صراحة عن كل شيء بيصير بالمفاوضات بجنيف. اوكي، فروح احضر. اوكي، فتحليل البيانات مثل ما حكينا. اوكي، المقصود بدك تتعلم احصاء، اوكي، اختصاص احصاء، واظن هذا موجود في الناس اللي بتدرس رياضيات. عرفت كيف؟ البكالوريا ما ناجح فيها. لك حتى لو مش ناجح البكالوريا بتقدر تكون مبرمج، بتعرف شو السبب؟ خلص انت فهمت كيف بيحلوا رياضيات، يمكن انت ما توفقتش بالامتحانات، هيك عم بحكي لك انا، بس يمكن انت فهمان رياضيات. عرفت كيف؟ يمكن انت في ناس بتقلقزوا كتير بالامتحانات، بتوسوسوا، ما بعرف اذا انت من هالناس يعني. ف شو اسمه ما عليك من هذا الموضوع. اوكي، بس حطه براسك عشان تخلص تفوت الجامعة، بس مشان الأوراق الرسمية مش أكتر. عرفت كيف؟ بس هيك كلمة هيك، عرفت عم بقول لك إياها. ممكن تحول تدرس بمعهد مهني، يمكن أحسن لك إذا البكالوريا مش ناجح فيها. أوكي، منصف ما في أحسن لغة. أوكي، ما في شيء اسمه أحسن لغة برمجة. تمام، اذا بدك عن جد احسن لغه برمجه، اوكي، سي والاسمبلي هذول الاساس، سي وسي بلس بلس واسمبلي هذول الاساس، وهلا عم بينحكى بلغه راست كبديل للسي والسي بلس بلس. عرفت شو؟ لانه راست كانك كتبت سي،
عرفت شو يعني، بنفس السرعة ونفس القوية ونفس الكلام تبع السي، فهمت علي؟ طيب اعطوني بس دقيقتين كيف برجع. اوكي كنت عم بحكي عن انه احسن لغه برمجه، كنت عم بحكي عن احسن لغه برمجه، المقصود فيها انه اذا انت عم تدور على احسن لغه من حيث الاداء تمام، اكيد حتحكي عن السي والاسمبلي تمام. وهلا رصد يعني انا هذا اللي سمعته انه بانين هلا الكيرنل تبع لينكس كل شيء مترجمينه على الرصد، اوكي، فعم تعطي نفس الاداء تبع السي، عرفت شو؟ اه ممكن يا منصف، ممكن تصمم بالسي شارب اندرويد، اوكي اكيد فيك. في شيء اسمه الزمارين بالاكس بتكتبها مش بالزد، بدل الزد حط اكس، فالزمارين هو بيعمل لك اياها، اوكي، او زمارين بدك يعني كيف تلفظها الفظها. طيب بس اللي بعرفه، اللي بعرفه ماني عارف انا، اوكي، بقوله بالسي شارب فيك نفس التطبيق بتطبع بتنسخ بالزمارين على ال شو اسمه على الاي او اس، اوكي، على الايفون. الدراسة اليومية، الدراسة اليومية للجافا للأساسيات يعني توصل لتحل مثلا شيء تعمل زي Object Oriented Program على Command Line بس، اوكي، بدك من شهر ونص تقريبا للشهرين، وبعدين بلش تحكي لك هيك بكم اسبوع بتبلش، كم اسبوع مش كتير تمام، او حصة حصتين ثلاثة هيك يعني، بس تعمل واجهات رسومية، وبعدين خلاص بتكون انت فهمت كيف تحط المكتبات من عندك، من خلال مثلا تصير بعدين تركب تفهم الجي دي بي سي انك كيف تربط مع داتابيز، اوكي، ايش بعد كمان كيف تربط مع داتابيز، اوكي، وبعدين في عندك المالتي ثريدنج مالتي بروسيسنج كلهم هدول، يعني هذا كمان درس درسين هيك بدنا شوية وقت خفيف يعني، يعني بدك شي اسبوع زيادة فيه مثلا هيك شي يعني، هو ليك بدك 6 اشهر بالجافا، خليني اقول لك يا رفلي بدك يا 6 اشهر بشكل يومي وتكون خلصتها كلها يعني، عرفت شو؟ هيك انا برايي تمام. رك بس، بس اللي بس اذا دخلت مثلا بس مع الاندرويد يعني، انا اندرويد تعلمت كثير شغلات وكثير مشاكل خلال مرقت مع الاندرويد، الاندرويد طبعا متطور طول الوقت كيف بضل يطلع مشاكل جديده، ومش مشاكل يعني هن خلص بغيروا من هون بطلع في ما بيلو شيء هون، اوكي، بتكون عم تشتغل ببرنامجك على طريقه فهون بغيروا من هون فبطلع لك شغلات بتصير تدور على مشاكلها، يعني ضلتني شيء سنتين على الموضوع، اوكي، صرت يعني حافظ وين 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 الخربطات بتصير وين المشاكل بتصير بالاندرويد، عرفت كيف؟ ف يعني انت اوكي 6 اشهر مبدئيا هون، بس بعد بدك تضلك تواظب على المشاريع الثانيه اللي انت بتعملها، اوكي، المشاريع هي اللي حتخلي تعطيك الخبره يعني، عرفت شو؟ طيب خلينا نكمل في السؤال اللي بعده. عياض، اشوف عياض شو بقول. الشباب عم بيحكوا بالزيرو، اوكي، ما بعرف والله، الشاب المصري تبع مدرسه الزيرو تبعت الويب، اوكي، بتصير تعمل ويب ديفلوبمنت ويب ديزاين، اوكي،
بس انا ما تعلمت من حدا، يعني كيف بدي اقول، يعني كيف من حدا، يعني ما تعلمت البي اتش بي الا باعتمادي على المواقع نفسها، يعني الرفرنس تبع البي اتش بي نفسه. اوكي، بس بالاول في رفقاتي كان مجموعه اليوزر جروب تبعت لينكس لبنان، دخلت فيهم معهم بالاول، صرت اتلقط فيها، بعدين صرت عرفت لحالي. اوكي، تعلم البرمجه يا ميموني او ميموني، شو بدي اقول لك، بشكل يعني احنا الجامعه عندنا بدها 3 سنين، طبعا نص رياضيات. اوكي، فحسب مثلا سنه ونص هيك بس عم تتعلم البرمجه. اوكي، كل تفاصيل امور البرمجه على اختلاف انواع اللغات، فهمتني كيف؟ هي على القليله هيك، بس بعد بدك سنه زياده، انا بقول لك بعد بدك سنه زياده تتخصص اكثر بالبرمجه. اوكي، يعني اللي نتعلم بالجامعة بيكون أساس بس ما بيعلمونا شيء لقدام كتير، تمام؟ فهذا أنت عليك تكمله. أولا خلينا نقول، شوفوا يعني بسأل هو المصري انه شو الفرق او شو المميز عن البايثون عن اللغات. يعني اولا بايثون بينقال عنها سهلة، بس البايثون بالصراحة اخذت كيف بدي اقول، يعني دعاية اكثر من اللازم انا برأيي، تمام؟ اخذت دعاية اكثر من اللازم. كل لغات السكريبت بشكل عام سهلة، يعني ما في لغة افضل من لغة بلغات السكريبت، كل عمر اللغات السكريبت اسهل من لغات الكومبايلد، تمام؟ الجافا الى حد، لانه الجافا جاي بالنص بين كومبايلد وبين سكريبت. اوكي، نص نص هي. اوكي، او يعني خلاص نص نص. اوكي، فهي والجافا بتنحسب اميل للكومبايلد لانجويجز. اوكي، لانه انت بتقول كومبايل ذا كود عن الجافا، اوكي، مش بتقول رن ذا كود. اوكي، يعني ما بتقول شغل الكود، بتقول له عمر الكود، هيك بالجافا. طيب هلا كبايثون نفسها، بما انها سكريبتنج لانجويج، اولا يعني كيف بدي اقول، يعني فيك تحصل على برنامج دغري شغال، عرفت شو، بس مجرد تطلب تكتب بايثون واسم السكريبت، اسم ملف السكريبت. اوكي، فبيشتغل معك شيء. فيك تشتغل كمان بطريقه انتر اكتف، تمام؟ طريقه انتر اكتف هيك على الطاير، يعني بتحط مثلا برنت من الانتربرتر دغري، هو بيطبع لك ايكو، او فيك تستعمل كالكوليتر، يعني فهمت شو، من هالطريقة كآلة حاسبة يعني. بس كلغة برمجة فعلية فيها مميزات الـ Object Oriented Programming، الـ Imperative Programming، وفيها مميزات الـ وكمان الـ Procedure Programming بالآخر كمان بالتالي، وفيك تعمل فيها Hybrid Functional Programming. أوكي، هلا الشيء اللي مش موجود بالبايثون بالنسبه لباقي اللغات اللي انت ذكرتها، سي والجافا والسي شارب والسي بلس بلس، اولا تعليم السويتش مش موجوده، اللي هي من خلالها بتحط فاريبل واحد، تحط تسرد حالات، بضلك تكتب اف الس اف الس اف الس اف الس، يعني اذا صار هيك اعمل هيك، غير شيء اعمل هيك، اذا صار هيك اعمل هيك، يعني بضلك تستعمل اذا اذا اذا، بس بضلك تعمل اذا، بتحط تعليم اسمه سويتش، تك 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 تك، بس بتحدد الحالات. فهاي التعليمة مش موجودة بالبايثون مبدئيا. ممكن تنجاب بطريقة معينة، بطريقة شي فانكشن او شي، عفوا شي امبورت معينة بتعملوها اضافة. اوكي، مهم. كمان هلا لغات السكريبت بشكل عام مثل عنده، يعني اذا ما كانش البايثون نازلة ما بتقدر تشغل برنامج البايثون، لكن برامج السي، الجافا نفس الفكرة. اوكي، لانه قلت لكم جافا نص نص، اذا ما كانش نازل الجي ار اي اوكي او الجي دي كي، ما راح تقدر تشغل جافا، برنامج جافا. اوكي، لكن برنامج السي اوكي والسي شارب والباسكال والهاسكل، كل هاي اللغات فيك فيها تشتغل بدون وجود المفسر تبعها، تنسخ الكوبي بيست تحطه، هذا بصير يعني فيك تعمل البرنامج ستاند الون تقريبا. اوكي، ستاند الون يعني بيربط كل المكتبات، بحطهم بفايل واحد، بس عندك فايل شو، برنامج واحد بفايل واحد 80 ميجا مثلا، 30 ميجا، يعني حسب، فهمتوا كيف؟ بصف يعني بيبرص كل المكتبات ببرنامج واحد.
طبعا الترتيب رح يفرق معك بالسنادرون، انا مجربها يعني هيك اوكي، يعني مش زمان جربتها، من شي 3 اسابيع او 4 اسابيع اوكي. ماني عارف انه حيكبر الفايل بس رح يصير هذا الشيء. ايش بعد كمان؟ بس ما كنت عارف، متوقع انه الترتيب حيفرق يعني، يعني هذه ما كنت بعرفها. طب بس الترتيب اكيد بيفرق بالكومبايليشن، ديروا بالكم يعني، اذا مثلا تحط انكلود قبل انكلود بالسي بلس بلس بتفرق، عرفت شو؟ لانه الانكلودز ممكن يضاربوا على بعض هنا بحد ذاتهم يعني. اوكي كمان شوفوا المميزات. هلا الجافا والسي شارب خوات، ديروا بالكم يعني، مثل وحده واختها. اوكي واحدة اسمها لميا وواحدة اسمها سوسو، تناقض الخوات هيك يعني، بالاسم بس بتغير المعاني يعني، بس تغيير معاني، فش المميزات الضخمة الفرق بيناتهم. اوكي لانه لغة منافسة للجافا هي اصلا. كمان واللي حابب بالم السي شارب على انظمة يونكس اوكي، يستعمل مكتبة المونو اوكي، مونو ديفلوب اوكي، في شيء اسمه مونو ديفلوب بتركبه مثل مونو ستيريو اوكي، ام او ان او، دور على المونو ومع السي شارب اوكي. طيب شو كمان مميزات؟ بالنسبة للفانكشنال بروجرامينج بالبايثون، اتس نوت ريلي ا فانكشنال بروجرامينج اوكي، هن بيستعملوا فكرة اللامدا فانكشنز. مؤخرا بالسي بلس بلس دخلوا اللامدا فانكشنز اوكي، باخر اصدار من السي بلس بلس، سي بلس بلس 14 صار فيها لامدا فانكشنز. لامدا فانكشن يعني كيف بدي اقول، بتصير يعني بتصير بتعرف فانكشن بدون ما تكتب اسمه، عادة تحط اسم مثلا انت، او مثلا زي الفانكشن تبع المين بتكتب انت انت مين وبتحط بين قوسين اوكي الارجز. لا لكن اللامدا فانكشن اسم المين مش ضروري يكون موجود، كلمة مين مش ضروري يكون موجودة، هاي بتنكتب مع سياق الكلام اوكي، عم بتكون تشوفوها يعني، ما يعني قد ما احكي لك هيك بالهذا ما راح تعرف كيف، بس اقرا عن اللامدا فانكشنز، افهم شو يعني اللامدا فانكشنز، افهم شو يعني الكارينج، افهم شو يعني، بعدين راح يؤدي الموضوع انك تتعلم شغلات ضخمه اوكي، هاي ما بتشوفوهاش حاليا بالجامعات حاليا اوكي. بالجامعه القاهره حكى لي، عم يحكي لي واحد هلا انه بلش يتعلم لغه هاسكل اوكي، وهن لساهم باول دراسته، وهذا شيء جيد بالنسبه لي انا اوكي، لانه عم بينورن على الاستاذ على الفانكشنال بروجرامينج. الفانكشنال بروجرامينج يعني هي الطريقه اللي مفروض انت بس تخلص المدرسه تروح تتعلمها، مش تتعلم سي ولا جافا اوكي، لانه تبني على الشيء اللي تعلمته بالمدرسه من الرياضيات وطريقه البرمجه والكتابه بالرياضيات، فبس لهذا السبب عرفت شو. لكن الواقع مختلف عرفت شو. طيب والحاجه مختلفه كانت عند الشركات على كل، مشان هيك صار في سي وجافا وهذا الحكي يعني، هذا المسار على كل. هلا فبتوصل لمرحلة بنحكى عن مواضيع بسموها المونات، المونات مونويد الفانكتورز والابليكاتيف فانكتورز، وفي شيء بسموه الزيبرز اوكي. هول لحالهم بالهاسكل بيطلعوا لهم شيء 3 تشابترز لحال تمام، لحالهم شيء 3 فصول اوكي، وبتقعد انا لحالي قعدت فيهم شيء على بعض قراءة وترجمة يعني، يعني كذا مرة عيد الفيديو عرفت شو، يعني مش هكذب بهالموضوع عرفت شو، كتير كتير صعب المناد والمنايد اوكي، وتفهمش يعني التايب كلاس تاعهم اوكي. والمناد حتى هو فكرة المناد في ناس بيعملوا عليها دكتوراه اوكي، اللي بيدرسوا رياضيات بيعمل عليها دكتوراه، وهي من موضوع متعلق بال بمادة الابستراكت ماث بالجامعة اوكي، اللي هي الرياضيات المجردة اوكي، بتتعلق بالمجموعات، ولما كيف لما تقول مثلا عنصر ينتمي الى مجموعه، عنصر الف ينتمي الى مجموعه بي او هيك باء او سين او صاد مم، فبهالطريقه او القصص بتتعلق مثلا شو يعني ابيليان جروب، شو يعني اسوسيتيف فانكشن اوبريشن، من هذا الكلام شو يعني الايدنتيتي، كلهم هدول له علاقه بالابستراكت ماث. طيب طيب خلينا نروح للي بعده هلا. نصيبك نصيبك لازم يصيبك، حتى نشوف شو في عندك هون. طيب لو عاوز تتعلم، عاوز مش عاوز اوكي،
عاوز اوكي أمن المعلومات. أمن المعلومات بدك تتعلم شو اسمه أنظمة التشغيل، وهي فيها الأمن تبعها ماشي، بس هذا هو النظام، هذا هو أمن المعلومات. أنت بس تتعلم مبدئيا يعني هيك أنظمة التشغيل، وهي فيها أدوات التأمين أوكي على المعلومات، خلاص بتعرف أمن المعلومات. أوكي الأباكس أول مرة بعرف فيها، ما سامع فيها يا قاسم. أوكي أول مرة حدا بيحكي لي عنها، يعني أنت أول واحد بيحكي لي عنها، فإن شاء الله بشوف لك شو هي. أوكي بلكي معي على ملخص. أوكي زكي حربوش شو قصدك؟ كيف يعني أسهل برنامج لتعلم البرمجة؟ ما هي برمجة، كيف بدك يعني أنت بدك خطة عمل يعني؟ بعدين المصري اي اس بي مش بي، اوكي مش بطه، بيتر دير بالك. اوكي خليني اقول لك اياها بالانجليزي، في كلمتين شبه بعض، في بات وبات. اذا بتستعمل بات مثل بطه معناها شو؟ عصاي تمام، او الوطواط. اذا بتقول بات يعني زي بترتب على الواحد هيك، اوكي بات. اوكي ممكن يكون قصدك باتريك، دير بالك. اوكي يعني اسم واحد، اسم شخص، ف انتبه طريقة اللفظ. اوكي الباء الناشفة البي لفظها صح. اوكي شو زكي ما فهمت عليك، شو بدك بالضبط؟ انا الاس بي ما بعرفها اوكي، بس بينحكى انه بتستعمل في لغه السي شارب حتى تبرمج مواقع، بس كمان اكثر من هيك الاي اس بي بتشتغل بطريقه بتشبه طريقه الجي اس بي، بحيث انك انت بتعمل كومبايل لدي ال ال فايلز، فكانك عم تشتغل على طريقه السي جي اي يعني. هلا عم بتذكر هذا الكلام لاني انا ما بستعملش كثير. اوكي فالسي جي اي كانك عملت برنامج بالسي بلس بلس، كانك عملت برنامج بالسي بلس بلس. هاسكل كمان عنده طريقه اليسر تتصرف بهذه الطريقه تقريبا. ف كيف بدي اقول، بتعمل كومبايل للكود وبعدين تقدر تشغل البرنامج تبعك، ما حتحصل منه مثل البي اتش بي على الطاير بيشتغل الكود، مجرد ما تغير تعديل اي تعديل بسيط خلص، مجرد بتطلب الصفحه F5 خلص مش الحال. اوكي بالاي اس بي وهدول بدك تعمل كومبايل للبروجرام اوكي، بعدين بتقدر تشغل التعديل تبعك. اوكي هل يمكن العمل بلغة بايثون فقط بدون شيء معاها؟ ممكن بس ما بتعملش اشي محرز، فاهمني؟ كم بتعمل اشياء بسيطة اوكي، يعني بس هي زي آلة حاسبة، شو مش آلة حاسبة يعني كالكوليتر، ممكن يكون بس برنامج محاسبة كحسابات بس. اوكي وتحفظ الداتا بشي ملف مش اكتر. اوكي واذا استعملت الشبكات شو اسمه اتصال شبكات او فايلات يعني، ما بس ما حتى مثلا بدون داتابيز من برا، بدون تحليل صور مثلا بالاوبن سي في، هاي مكتبات برانية ترى، يعني وضحت القضية. عرفت علي؟ بتعملش بس حتكون أدائك محدود يعني، أو إنتاجك محدود يعني. برنامج يكون سهل استعماله برنامج. زكي لسه بعدني مش فاهم شغلات شنو. اوكي انا حاليا بدرس نظم معلومات، مش عارف اختار مجال اكمل فيه. سيستمز اند مش عارف
ومش عارف اختار مجال كملت فيه بعد الدراسة، شبكات مش شبكات، شبكات ولا برمجة ولا مواقع ولا أمن معلومات ولا صيانة. نصيبك كل هدول أنا بعرفهم، سامعني حبيبي، كل هدول مرقت فيهم، ما تحتار، هذا لازم تكون أنت هيك توصل لهالمرحلة، تعرف بكل هذا الكلام، تمام؟ ما عم نقول تكون أبضاي، أوكي، بس يعني والله، أو كيف بدي أقول، إنه مش حتقدر تحوق على كل شيء أكيد، بس على القليل المارق فيهم، فكلهم بدك تمر فيهم، تمام؟ ما تحتار، أوكي؟ ادفش بكل وحدة قد ما فيك، كيف ما ياخذك الشغل ادخل ادخل، عرفت علي؟ أوكي؟ وشوف أنت كمان في لك مصلحتك، يمكن أنت ما يعجبك تشتغل هالشغلة، لدواعي تانية، يعني مثلا الناس بدها، زي ما صار معي ذيك اليوم، ما رفضت راتب عالي بس لأجل إنه بديش ضلني نطنط تروح من هون وهون وهون وهون، مش كسر هي، بس أنا ما بدي ضلني هيك على الطرقات، عرفت كيف؟ أنا أصلا كرهان الطرقات، لأنه صار لي سنين على قصد نازل طالع على الباصات والطيارة والسيارات ولا عرفت شو، لا ما بدي هيك، فبدي استقرار أكثر شوي هيك، يعطيني أريحية يعني بالشغل، فهمت كيف يا نصيبك؟ يعني انا بلشت بالمواقع، او اشتغلت شوي بالسيستم ادمنستريشن باللينكس وبالشبكات، بعدين شوي وبعدين اشتغلت بالصيانة فترة، اوكي، فترة قصيرة يعني مش كتير طولت، بس تعلمت كتير فيها، اوكي. مش كمان كنت مسؤول عن نت كافيه من هذا الكلام يعني، تمام؟ فشوف كيف بياخذك الشغل وامشي معه، ماشي؟ بلش بشغله وبعدين الباقي بصير هو على على كيف ما ياخذك الشغل، اوكي؟ وهلا انا سيستم ادمنستريتور يعني، عرفت شو؟ خلص هلا لازم اندرويد ستوديو والتطبيقات الاندرويد، اوكي؟ لتطبيقات الاندرويد زي ما بيحكوا الشباب عم بيحكوا بالكوتلين، الله عليه. المهم بالنسبة لي أنا خليك على جافا، لأن جافا أساس، أوكي؟ بدك تضلك على جافا يعني كيف ما كان، فيكم هدول هيدي لازم، تمام؟ بعدين لحد ما تشوفوا العالم كلها قلبت على الكوتلين، شو؟ تعلم كوتلين هلا مثلا، أنا هيك عم بحط خطط لكم إنه تعلم الكوتلين، بس لسه ما تعطيها الأولوية، خلي الأولوية للجافا، أوكي؟ وبعدين في طريقة تانية بتصميم التطبيقات، اوكي، في طريقة الويب، طريقة ال HTML والجافا سكريبت، اوكي، طريقة مع الفونجاب او الكوردوبا، اوكي، هاي طريقة تانية، مثل لانه اصلا الفيسبوك هيك عم بيشتغل يعني بهالطريقة، ماشي. الاشياء اللي هي التابعه لمنتديات وهذا عم بيعملوها بالفونجاب وهيك، عرفتوا كيف؟ عشان يغطي جميع انظمه التشغيل تبعت التليفونات، الايفون، اندرويد، شو في بعد يكون، تمام؟ وسيبك من مساله السهوله هاي، اوكي، البرمجه كل عمرها صعبه، اوكي، ما تفكر حالك، حتى لما بيحكي لك بايثون سهله، لا بضحك عليك، اوكي، انا سهل علي لان انا اصلا متدرب على البرمجه، فاهمني كيف؟ اوكي، فبدك تحطه براسك وتشتغل هيك بتصير. طيب مين عنده اسئله جديده؟ اوكي، طيب بكره كمان الساعه 7 بالليل بنعمل جلسه، اوكي، انا ما راح اوقف هلا بس البث هذا، بس الفكره الساعة 7 بكره بنحل اسئله، انتوا جيبوا الاسئله، ما راح اجيب اسئله، اوكي، انتوا بدكم تجيبوا اسئله ونحلها، اوكي، حضروها، ابعتوا لي اياها على الخاص، مش حدا يبعث لي سلام كيفك وهذا، ابعث لي على الخاص دغري، اوكي، في سؤال هيك هيك هيك، خلينا نشوف كيف بنحل، تمام؟ انا حابب انجح، انا لساتني مش حاسس حالي نجحت، عرفت كيف؟ بس حابب انجح، شو؟ على كل، يعني
هلا ما تحطني قدوة قدامك، أنا بس عم حاول أقولكم ما حدا يحطني قدوة، خذوني يعني مثال. كيف بدي أقول؟ صحيح كلمة مثال تكون قدوة، بس إنه خذوني ك شوفوا شو صار معي وتعلموا من أخطائي. أوكي هيك عم بقول. أوكي وقتك انا ما ماني ادرى لك يا بصراحة يا نصيبك، انا مش ادرى بوقتك، انت اللي ادرى فيه بس. اوكي يعني ما راح انا اجي انا انظم لك وقتك، انت ادرى، انت شايف مصلحتك وين. اوكي عرفت علي، انت ادرى بمصلحتك. يعني احنا مثلا اعطيك مثال، احنا عندنا هون الاحد عطلتنا مش الجمعة، عرفت شو قصدي؟ يمكن انت بتزبطش معك طريقة يكون عندك شغل يوم الأحد مثلا بدك تبرمج مثلا، تتعلم تبرمج بوقت ما يعني في قصة الوقت المناسب. تمام أي سؤال، خلينا نشوف شو مصري بده. ما جاوبت على سؤالك، كيف ما جاوبت؟ يمكن راح الاتصال منك. الـ ASP والـ PHP مش هيك؟ ما حكيتك أنا الـ PHP سكريبت. أوكي الـ ASP بتيجي مبنية على سي شارب، يعني في بدك بس تحكي بكومبايلد لانجوج بدك تعملها للويب، يعني رح تنتظر حتى يعني لازم تعمل كومبايل ليصير التغيير. الـ PHP بتحدد على الكود دغري على نفس الفايل وخلص، بتطلبه طلب زي كأنك بتطلب فايل HTML. اوكي دغري بيشتغل. اوكي طبعا هذا الشيء حيخلي السيرفر تبعك بطيء هلا، يعني ابطأ شوي. اوكي لانك عندك تعمل كومبايل على اي تغيير فراح يصير بد وقت، بس بمجرد ما شو اسمه عمل كومبايل صار البرنامج اسرع. اوكي هيك بدها تصير. طيب كمان شغله، الاي اس بي اغلى يعني كمصروف مصاري، الاي اس بي اغلى لان الاي اس بي معناها بدك تشتري لايسنس ويندوز، فهمت كيف؟ واذا بدك تعمل في بي اس سيرفر راح يدفعوك الفاك وتحتك مشان لايسنس الويندوز، لانك بدك تنزل نسخه ويندوز انت ويندوز سيرفر. اوكي ما حي مش ينزلوك ويندوز 10 ولا ويندوز مكتبي، لا راح يجبروك تنزل نسخه على الفي بي اسات ويندوز سيرفر. اوكي طبعا هي بدها نسخه وبدك تشتريها، ما في هيك. مشان هيك الاحسن تترك اي اس بي اذا النسخه مش مشغلها، يعني من عندك من مكتبك انت، من بيتك من دارك او من يعني على خطك التليفون. اوكي اذا بدك تستاجر في بي اس برا استاجر نظام يونكس، لينكس او فري بي اس دي، عرفت شو؟ هول مجانيين. اوكي مجانيين، فكرمال هيك بصير مضطر تستعمل شو، اذا بدكش تمشي بالاي اس بي بدك تمشي بالبي اتش بي، او تمشي مثلا بالبايثون او مثلا بالبيرل. اوكي او بالنوت دوت جي اس. هلا في شغله بدي انبهكم عليها، اذا مشيت بالنوت دوت جي اس في كلام ما بعرف قديش حقيقي بس انا شفته. اوكي انه حتى لو تغيرت الاصدار تبعت النوت دوت جي اس للاحداث، في النوت دوت جي اس بتستهلك رام كتير. تمام هذا معناها بدك تجيب انت الفي بي اس، صار بدك تدفع على في بي اس حتى لو حددت هذا الرامات الماكسيموم، يمكن توصل مرحله تصير بعد بدك رام عشان تقدر البرمجيه تبعتك تشتغل. فانت النوت دوت جي اس الجافا سكريبت. اوكي او مش لانه جافا سكريبت مش هالعيبه زي جافا سكريبت، بس الفكره انه هي حتى النوت دوت جي اس بحاجه ل رامات. تمام شو الويب؟ لا انا ما شفت، ما وصلني هذا السؤال اصلا. اوكي تبع الويب ديزاين والويب ديفلوبمنت ما متذكر شو الفرق. اوكي واجين شو كاتبه. طيب خلاص مش مشكلة مش مشكلة. طيب حبيبي اللي عنده سؤال ما يقول لي اخر سؤال. اوكي بس تضلك اسأل تمام لحد ما انا اسكر. طيب انا بقول انت انا اخر سؤال مش انت. اوكي تسلم ماصل، تسلم حبيبي. اوكي يعني الدنيا علمتنا تكون هيك. ف ويب ديزاين ويب ديفلوبر. طيب الديزاين هو الشكل تبع الموقع وهذا اكثره بيشتغل عليه الجرافيك ديزاينر. طبعا اكيد حتتفق شوي انت والجرافيك ديزاينر، بس نصيحه ما تخلي الجرافيك ديزاينر مشيك، عرفت كيف؟ تخليش كلمته على كلمتك، اسمع مني، لانه اذا مشاك انت بتدوه. فيهم شغله جرافيك ديزاينرز
تعرف كل شوي بده يرضي الزبون تبعه، هاي حلوه وهاي مش حلوه، هاي حلوه مش حلوه، ما فيكاش تمشي تكبر مش كل شوي هاي حلوه وهاي مش حلوه، خلص المساله، عرفت كيف؟ فالويب ديفلوبمنت هي البرمجه بحد بالحقيقه يعني، عرفت شو؟ فاذا كل شوي بدي اقعد انا امشي مثل ما الزبون بده طول الوقت، اوكي، وشكل ساعه الجرافيك ديزاينر ما يعطيه افكار، اوكي، لا بدك تكون في، توصل على مرحلة يكون في استقرار بإنتاج الإصدارات تبعت البرامج اللي عم تشتغل عليه، عرفت شو قصدي؟ ما فيك تضلك كل شوي الأمور هوجة، أوكي؟ إنه شوية نظام يعني، حتى لو المزبون كل شوي شايف عنده مصلحة بمطرحها، بس تكون المصلحة شوي بنظام، مش إنه والله هلا لونها زرقاء هي طلعة مش حلوة، أوكي؟ نحطها حمراء، أوكي؟ أي خالد نحطها زهرية. ما بتمشيش هيك الدنيا، عرفت؟ فلازم يكون عندك أساس يعني شو تمشي عليه، مش كل ساعة والتاني بعقل. طيب يا عاصم، اوكي، طيب في حدا بعد عنده أسئلة؟ لسه صار حلو الساعة 9 رواق، أوكي، مين عنده أسئلة بعد؟ طيب سبت وأربعة بنعمل جلسة أسئلة على اليوتيوب، أوكي، اشترك بالقناة بس عشان جلسة الأسئلة، أوكي، اللي هي التمارين يعني أكتر، أوكي. بعدين جبت هيك زي دراع ابو 60 سم 70 سم مثلا، بيتلقط باللوح وبصير حط التليفون فوق منه، بصير بحركه كذا زي ما بدي نص ال على التصوير يعني، عرفت شو؟ مي 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 مين عنده راتبه اكبر يعني؟ شو بعرفني؟ شو بعرفني؟ الراتب هذا بينك وبين المدير حبيبي، الراتب بينك وبين المدير، ما خص بين البيع والشراء يفتح الله، نحكي الصراحة يعني، فهمت شو قصدي؟ الراتب بينك وبين يعني بين البيع والشراء يفتح الله، كيف؟ انت وشطارتك يعني، فاهمني كيف؟ سيبك من هاي الأسعار اللي تسمع فيها على ماشي. طيب مين عنده بعد أسئلة؟ لأنه في شباب زيادة دخلوا علينا، عنده سؤال يطرحوه نحن موجودين ونجاوب على الأسئلة، أوكي. اوكي، خلينا نحكي عن هذا الموضوع خارج عن السياق شوي. في دوروا على اليوتيوب على هذا، على هاي كلمات البحث هاي اسمها سبيكرز كورنر، اللي حابب يشوف المناظرات اللي بتصير بالهايد بارك بلندن، اوكي، ويتعلم كيف طريقة المناظرات بتصير، اوكي، يكتب سبيكرز كورنر باليوتيوب ويرتب الفيديوهات دائما بالترتيب الأبجدي، ايش اسمه، ترتيب
النشر كالابلود ديت، ف تاريخ الرفع يعني. طيب اللي عنده سؤال يتفضل يطرحه. اوكي، في منهم عم بيفتحوا بس تك وهيك وبسكروا. لا ما تسكرش. اوكي هاي 10,000 بالعدد ما بعرف. اوكي انا ما بعرف والله صراحة. اوكي احسبهم قديش بيطلعوا كم نهار. اوكي شوفوا كم نهار 10,000 ساعة. عشان شو اسمه، عشان احفظ الكلام صح ولا غلط. تمام، هاي صار لي من ايام بين عم بتخرج من 2002 انا. اوكي يا بن حبيبي، بن انونيم. اوكي انت من وين حبيبي؟ بعدين العمل الحر هذا انت علاقاتك بتعمله، مش سيبك مخصص يعني البرمجة حتكون منتج مخصص البزنس. اوكي البزنس تبعك حيكون عمل حر. فهمت كيف؟ 200 نهار يعني عم تحكي عن سنة. ايه بسنة بتصير مبرمج، إذا بتضلك تشتغل عند الناس بسنة بتصير مبرمج شاطر، شو بدك؟ عرفت كيف؟ يعني طبعا بالمجال اللي أنا بشتغل فيه، يعني إذا مثلا هناك جافا بروجرامر بسنة، ايه بتصير، ليش لا؟ طيب، اسمك غريب لأنه المهم ليك خيا، مش بالضرورة العمل الحر معناها انه انت يعني حتكون مريش مصاري. فما هي يعني ما هي دي انت وشطارتك. اوكي حبيبي انا مجربة يعني شغلة مش سهلة بالمرة. تفكر العمل الحر شي سهل؟ تمام، بعدين خليني احكي لكم بالنسبه للتلسكوب والتصوير الفلكي شو انا بعمل. انا بستاجر، انا التليفون، أنا التلسكوب تبعي بطلع فيه على البحر. اوكي هلا اليوم لو بدي انا بحط راسي في هالشيء. اوكي اليوم عملت هيك شيء ولا شيء، طلعت لي شيء دولارين. اوكي بس شو 3 اشخاص كل واحد اخذ منه يعني 60 سنت هيك شيء. اوكي 1000 ليرة عندنا مثلا هي. اوكي بس شو بتأجر التلسكوب تبعك، يعني انت ما بتكون اشتريته بس عشان تلعب، انت بتكون طلعت من وراه مصاري. الناس تفكر انه ما بطلعش من وراه مصاري، لا بطلع، بطلع مصاري منه من حيث المبدأ. وهن خلص بتجمعهم هون بتحطهم على عدة التلسكوب تاعك هيك، يعني هوايتك بتمارسها بتعمل منها مصاري، فالهواية ما بتكون على الفاضي عم تدفع عليها. اوكي بتسترد منها شيء. اوكي ايه تصميم الألعاب، ممكن بالجافا تعمل ألعاب بس بالدرجة الأولى، بالسي بلس بلس بالدرجة الأولى. سامعني حبيبي؟ يعني مبدأ أول شغلة في موقع، هيا راح أعطيك إياه أنا، حطيناه أحمد. أحمد تسلا أنت مشرق بالكهرباء ولا شو؟ شعرك طالع منك بالتسلا، تسلا كويل. امزح معك، خدها جدي. اوكي اوبن جي ال. اوكي هذا الموقع فوتو.
عرفت علي؟ مصري كوتو. تتعلم بالسي بلس بلس كيف تعمل الجيمز، نفس الجيمات اللي بتنعمل بال، لا مش دغري رح تتعلم الجيمز، لا حتتعلم تستعمل مكتبة الاوبن جي ال بالاول، بعدين توصل للرسم كيف تدخل رسمات على الرسمة على الجيم تبعتك وكيف تصير تحرك الاشياء وهذا الكلام تمام. بس بالاول حيعلمك كيف ترسم من خلال اوبن جي ال تمام. يا احمد تسلم، ما قلت ليش حبيبي، شو بدك، شو عم تسألني انت عن شو، شو يعني ما تقول؟ اسرع يعني اسرع انتاج الي كان بلغة تي سي ال. اوكي، تي سي ال مع تي كي تعمل البرامج القواعد بيانات على السريع، حتى برامج ال، حتى موقع عملت فيها هيك لإلي خاص، هذا موقع الخاص الحالي مكتوب بالتي سي ال ترى تمام. بس بدك تسمع، بدك تسمع مني ايه بين اون يومين. اوكي بين اون يومين. اوكي المهم اخي، فخي بن هذا انه استعمال تي سي ال هذا شيء شخصي، عرفت شو يعني، او بالشغل بس عندنا بالمؤسسة. اوكي بس ما خص انه يعني عم بتقدم منتوج عام، فاهمني كيف؟ طيب الاوبن جي ال يعني كأنك داخل لتحت بالهاردوير يا مصري، فاهمني حبيبي؟ بدر الدين صار من الصبح على الكرسي بالمكتب، ف يعني ان شاء الله حل عنا. طيب شو خايف تسمي حالك يعني، ما هو حدا حيحبسك يعني، مش عارف احكيك يعني صراحة. طيب انا عن يونيتي ما بعرف لاش سبعانية مصري، بس الاوبن جي ال انا تعلمته بالجامعه زمان بالماجستير، فاهمني كيف؟ فالاوبن جي ال راح تفهمك الجرافيكس على اصول بالتفاصيل الممله. اوكي مشان هيك عم بقول لك روح تعلمها. اوكي وخاصه عم تتعلمها بالسي بلس بلس حيطلع معك جيم سريعه، فاهمني كيف؟ جيم جدا سريعه يعني. الاوبن جي ال مش مكتبه عاديه، اوبن جي ال يعني كانك عم تستعمل الاسمبلي تبع الجرافيكس، عرفت شو قصدي؟ لغة شو؟ بنحكي يعني الاوبن جي ال، الاوبن جي ال هي زي كأنك عم تحكي لغة الاسمبلي. لغة الاسمبلي بتحكي على السي بي يو، الاوبن جي ال مش لغة بس هي الانستراكشن سيت تاعتها. اوكي بتحكي قاعد مع المعالج تبع الجرافيك كارد مباشرة. اوكي بلاش عم شوف لك اسئلة يا نصيبك، بس مش عارف والله حبيبي شو اللي ناقص يعني، إذا في عندك سؤال رد اسأله مش مشكلة. اوكي يعني عم بقرا لك مسألتك، أنا مش مبين قلت لك شيء آخر شيء شو كان، قلت لي خلص ما عادش بدك تسأل. اوكي بلا هاي ما انتبهت له. آخر سؤال لحضرتك ما انتبهت لهش. اوكي بسأل كتير، ما هي المقاييس والمعايير للشركات العالمية مثل جوجل وفيسبوك الاختيار؟ والله معايير، والله ما بعرف، بدك تشوف شو جوجل هني حاطين عندهم شو يعني. ليك ما في معايير، في الوظيفة شو بتطلب، ما عندهم معايير هني. شوف في عندهم حاجة بشوفوها، عندك اياها عندك اياها ما عندك اياها،
هيك من الآخر يعني، قصة عرض وطلب، البزنس كله عمله هيك. تمام؟ ما فيش اسمه معايير عالمية، أنا الدنيا عرض وطلب حبيبي. أوكي، أكيد أكيد المعيار الأساسي إنك ناجح بجامعتك، عرفت كيف؟ هذا أهم شغل، هذا المعيار الأساسي. بس إحنا بنحكي إنه شيء إنه غريب، لا ما في شيء سبيشال يعني، قصة عرض وطلب. أوكي، عندك شيء تقدمه، تعال قدمه هيك، فرجينا إذا أنت إذا قادر وقدها. أوكي، حدا بعد بده شيء؟ عنده أي سؤال يطرحه؟ أوكي. الصوت ضعيف، هات لك مولد من عندك او ولا لك شغله، ما انت تسلم. هلا يا هلا مصري، اهلين معطي، اهلين. احمد تسلم، جبت لك شيء شرقطنا هيك، علي الصوت. ايه ما عليه حبيبي، هي انا بدك اياه اساله. اوكي، احنا موجودين يعني لحد ما احس حالي تعبت ونمت، خلص بدنا. اشحن بطارية الليزر يعني. ها، اهلين جاسم، عليكم السلام. شوف انا اول ما تعلمت البرمجة بجد يعني، لا مش بجد كده، اول لحظاتي مع البرمجة كانت بالكيو بيزك بمعهد هون مهني. اوكي، بس كانت صيفية، بس انا اخذته طناش يعني، كيف ما اخذتهاش بجدية يعني، اخوي كان ماخذها شوي بجدية. اوكي، وحل فيها، بس انا اخذت الطناش لانه عارف مش وقتها. اوكي، يعني هي سهلت علي بعدين شوي بالجامعة، بس ما احكي الصراحة، لا مش هي الاساس، لانه كيو بيزك غير ما تتعلم باسكال وهي اللغات. اوكي، وما كنت حتى لما بالجامعة كنتش اربط ببعض، كنت لما اكتب الباسكال اكتب كاني عم بكتب انجليزي، ما كنتش، لان هي اصلا لغة هالقد بسيطة وصغيرة من حيث التعبير يعني. يعني بدك تكتب بالاند، بتحط اند، مش مثل بالسي بلس بلس تحط رمزين الاند، عرفت كيف؟ يعني هلا على الفضاوي يا مصري، على الفضاوي. للصراحة أنا بلشت بالجامعة بال 98، أوكي، بربيع ال 98، فكرمال هيك يعني انا حتى مبلش مؤخر شوي. اوكي، شو كالكولاس؟ ارعد او رائد، بعد شو اسمك؟ الكالكولاس عم تحكي، مادة الكالكولاس؟ ما بعرف لا يا تسلا، عن جد ما بعرف لا، ما استعملتهاش. ك...
يعني يمكن ما استعملهاش ودي فيه خلاص ما عادش ابرمج انا، فاهم؟ بس بار علي يا نصيبك وانا بدي افهم شو بالضبط انت بدك عن انه شوية دراسات واهداف. لا انا اللي عم بعمله، انا هدفي من القناة، هدفي من القناة ارفع السقف مع اللي بيعلموا. معظم الشباب تشوفوهم بيعلموا، شو بيعلموا؟ بيعلموا اشياء اللي يعني اللي هي استهلاكية اكثر، تمام؟ وعم فوت بالشغلات اللي هي لسه ما حدا حكى عنها بالعربي، اوكي؟ والقصة مش انك تحكي معنا بالعربي، يعني شو فرق اذا حكيت انا بالعربي ولا بالانجليزي، بس المحتوى هذا صعب تلاقيه، اوكي، على اليوتيوب، اوكي، وحدا يحط عنه. هيك عم بعمل انا. اذا انت بكالوريوس تجارة حبيبي، اترك، حول الكلية، تتعبش راسك يعني من هلا، عم بقول لك، اوكي، او خليك فيها وادرس محاسبة، وبس تخلص ادرس CPA، يعني بحياة الله ما حدا يخفيكم يخربط الامور، اوكي؟ او بتترك بعدين البرمجة، بس تخلص الماجستير البكالوريوس تبعك تعمل. حتى انا برأيي لا، البرمجة لازم تبلش فيها من اول ساعة، بعد ما تخلص البكالوريا بتفوت فيها من الاول، اوكي؟ التجارة ممكن تضطر شوي لانه رياضيات شوي صعب تنتسى، اوكي؟ بس البرمجة لا، بدها هيك الواحد من الأول الزخم يكون فيه، من الأول يكون له خلق يقعد يكتب كود، اوكي؟ مشان هيك عم أقول لك البكالوريوس غير، في ناس حيقول لك إنه ضيع وقته بالجامعة وما بعرف شو على الفاضي، لا، اوكي؟ بتدرس الجامعة وبتدرس فوق منه شغلات اللي هي مطلوبة للسوق، اثنين، اوكي؟ هاي ايميلي هلا بحطه لحظة. ما عندي هيك مدى، يعني كيف بدي اقول لك، يعني كل شيء بتشوفوه جديد انا اصلا اول مره، عاده بكون اول مره اقرا عنه، اوكي، وعجبني، عرفت شو يعني؟ مثلا هاسكل ما كنت بعرف فيها وما كنت شايفها، ما كان حدا حتى الشباب العرب اعطيها اهميه، اعطيتها اهميه. دي سي ال ما حدا كان بيعرف فيها، اوكي، مع انه مهمه يعني، مش انه لا، اوكي، بس ما كان هذا معطي التيكي انتر اي اهميه، بس ضويت عليه صار الكل بده يركض يعرفها، اوكي، هيك سبحان الله، اوكي، يعني بس اشوف شيء هيك صعب، اوكي، بحط راسي فيه. عرفت كيف يا نصيبك؟ مدى والله ماني عارف بالشغل شو بدي انا، بس علي عم بدور على وظيفة محترمة بس هي، اوكي، يعني تصرف على يدك بس هي الأصل، اوكي، زي كل الناس. ما خلص، من 15 سنة مثل الدكتوراه، شو يعني فرقت هي؟ الدكتوراه بدك تدفع له وتدرس، ما بدي أنا أدفع له حتى، خلص بكفي، اوكي. فيك يا ديف، يا بتحول من هلا يا بتعمل، عرفت كيف سداد؟ عرفت كيف السداد؟ يا بتحول من هلا احسن لك. اذا انت فايت بطريقه المفاضله خيا، يعني انت عم تاذي حالك صراحه، يعني اوكي، اذا فايت على البكالوريا بطريقه المفاضله بدك تفوت بالجامعات عشان ببلاش، والله ما بعرف يعني انت شو قدرتك، يعني ما بديش اكون عم بضغط عليك، عرفت كيف حبيبي؟ انت وما بعرف شو بدي لك، حابب البرمجة وفايت بالتجارة، يعني مش عارف شو بدي اقول لك، يعني اوكي، نحن عنا هي مصيبة يعني، عرفت كيف؟ لا خليك في التجارة اذا انت مش قدرتك تصرف، ما تنساش مهنتنا احنا مكلفة، عن جد مكلفة، يعني انا بدي اشتري قطعة كمبيوتر لافهم كيف الكمبيوتر بيشتغل، عرفت كيف؟ كيف انا بعرف هالشغلات؟ تمام، انا مشتري الي بالاستراليا
دفعت حق كمبيوتر ديسك سيرفر، عملته الديسك تبعي، كنت حطيت له كارت نتورك في جي اي وهيك، اوكي، ومن القديم، اوكي، وكان كان سخن لي الغرفه، سخنه، عرفت؟ فهموها من الاخر انه اللي بده يتعلم كمبيوتر بده يصرف كثير على المهنه، بده يصرف كثير كثير كثير، مش شوي. القصه مش واقفه على شغله كمبيوتر او لابتوب وكم سوفت وير بتحطوهم، تمام؟ اذا هي هيك اوكي خلص، بس بتقعد هالمبرمج مالك شغلانه غير برمجه. الشبكات هذا لازم تعرف فيهم، مين بدي احكيك فيهم هذي، تمام؟ بدك تصرف مع احنا مهنتنا بدك تصرف كثير عليها، قطع الكمبيوتر مين بيخبرك عنه، تمام؟ الديسكتوب كيف نفتحه ونشغله ونصلح فيه ونفهم باموره بالرام وكل هذا الكلام، عرفت شو قصدي؟ فهذا بكلف يعني لحال، تمام؟ 39 حبيبي، عم قرب على 39 هلا، 38 ونص تقريبا، اوكي، او 39 الا ثلث، اوكي. شو هي الاس ام؟ مسابقة الاس ام يا مصري، انا ما بعرف، عم تحكينا شيء ما بعرفوش يعني. عم تحكي عن مسابقة المليون هاي، مليون مبرمج، مش همني يعني، اوكي. ما مش تلحقش ورا انه كيف بدي اقول انه جائزة، اوكي بيسعى، بس انه جائزة لواحد من بلاوة ناس صعبة، فهمت شو قصدي؟ صعب، شو احتمال انك تربح هيك جائزة؟ ضئيل جدا جدا جدا، تكون ضيعت وقتك على الفاضي. لا، اللي ضيعت وقتك على الفاضي فيه، اللي ضيعت وقتك عليه اوكي حطه بالشغل العادي الحقيقي، اوكي. فاللي عم يحضرنا هلا عنده سؤال يحطه، احنا صرنا شي 9 اشخاص، اوكي. ما عندي هلا وظيفة، ليش اشتغل فريلانس كريمة؟ ابتكرت جديد في البرمجة؟ لا، أنا كنت عم حاول حل مشاكل في البرمجة يا استسلم، أوكي؟ كنت حاول حل مشاكل، يعني مثلا تي كي انتر حاولت أفوت بالتعريب الواجهة على لينكس، ما كانش ما بيشتغلش مزبوط، بس ما قدرت تلاش، أوكي؟ فعلا فعلا هيك بمعنى الحقيقي، ما قدرت تلا، حاولت فيها، أوكي؟ شو في شغلات عندها؟ مثلا برنامج، في برنامج ال في عندي برنامج جنرال انجينيرينج، هذا جمعت كل الفورمولات تبعون الهندسة. في واحد كمان تبع اسمه استرونوميكال الجوريثمز، اوكي، خوارزميات. هذا كتير كتاب كتير حلو للي بده يتعلم برمجة، اسمه اللي هو استرونوميكال الجوريثمز، جيبوه، ولأنه هو مجرد عمليات حسابية رياضية، تعلموا كيف تركبوا الفورمولات أو القواعد الرياضية ببرنامج، عرفت شو هيك. اللغة الإنجليزية لازمة لازمة، ما في مهرب منها، بس إمتى بتصير كتير تحتاجها؟ لما هلا طبعا احنا عم نعلم العربي اوكي، بس بضل في لما بدك تدور مثلا بتطلع رسالة خطأ، و عرفت علي؟ بيطلع لك رسالة خطأ وما بتعرف وين حلها. فما فيك تلاقيها حل غير من الأجنبي اللي هو عمل أصلا التطبيق، أوكي؟ أو عمل لك الـ SDK مثلا، أوكي؟ لا حبيبي تراش، بس مرتاح، متمدع على السرير، أوكي؟ لأنه فيش مطرح أقعد عليه، أوكي؟
علوان بكل شيء البايثون، بايثون موجود بكل امور هذا ما عدا الهاردوير، كأي شيء ما يلعب الهاردوير والدرايفرز بايثون ما إلها فيه. اوكي، تقدر البايثون تفوت على الهاردوير في حال انك استخدمت السي بلس بلس وعملت موديول بالبايثون بفوت على الهاردوير، فهمتوا كيف؟ هيك بتصير. اوكي، فريلانس يا كريم قلنا لك، انسان مش عم بحكي على المواقع الفريلانس، عم بحكي الفريلانس اللي هو على الارض. اوكي، فيك بالفيسبوك انت حتى اذا تعرفت على ناس وهذا على الفيسبوك وحاول تطلب منه مصاري عادي. اوكي، ما تستحيش يعني. اوكي، هو مش كتاب خوارزميات، هو اللي اسمه استرون، الجوريزمز. اوكي، كل شيء علاقة بعمليات الحسابية تبعية ال تبعية الفلك. اوكي، انا لسه هلا عم بيجي على بالي اروح اعلم بالجامعه. اوكي، ما عندي حلم معين يعني. اوكي، يعني بقول لحالي اني اشتغل بالمواقع شوي، اشتغل بالشبكات شوي، اشتغل بالادمنستريشن، اشتغل بكل هذا الشيء. يعني كنت بدي اصير اسيستنت ادمنستريتور، وضليت 10 سنين ناطر لتجي الفرصه، جتني الفرصه. هلا نفسي اعلم، عرفت كيف؟ لانه عندي طاقه تعليم بدي يعني، يعني بدي اطلعها، عرفت كيف؟ من زمان عندي اياها، فبديش اياها تروح هدر، عرفت كيف؟ في اشياء ببالي بس ما فيني احكيها، عرفت كيف؟ في اشياء ببالي نفسي تكون معي بس ما بدي احكيها، هي اسراري يعني. لا، ما تعاملت مع هاكر ابدا. اوكي، مع أن نفسي فينا أكون هاكر يعني، مش بحاجته، مش إنه شربت حال جد يعني. أنا كنت أنا وصغير بالجامعة حرتق لي شغلات من الشكل. أوكي، ما تفكروا ما كنتش. أوكي، رأيي بالهاكرز كتفكير والله ما بعرف. لا، ماني مريض يا تسلا، ماني مريض حبيبي، بس نعسان شوي. هي، يا تسلا جيب لك هذا، جيب لك شي شو اسمه كويل كهرباء مشان الله خلي تشرد. ما بعرف اذا الشباب فاهمين النكتة. اوكي، مين تسلا يا احمد؟ تعرف مين تسلا؟ تعرف مين هو تسلا؟ اوكي، مين شو كان في، مين هو اللي كان بده؟ مصري حبيبي. لا، ما زمان، ايه بلا، حاولت بلا زمان زمان، هذا الحكي زمان، الباسكال بس كان طريقة انتربريتد يعني، عرفت كيف؟ الطريقة بتشبه الكيو بيزك شوي. اوكي، بس ما كملتش فيها يعني، يا بكمل بالدراسة يا بكمل فيها، هيك صارت. اوكي، طيب، طيب، موضوع، أهلا، أوكي، أهلا بالغني، طيب،
صح. اوكي، ماجنتيك فلوكس وكل هالقصص ان تسلا. اوكي، بتعرف لو واحد يعملوا له هي بالتسلا كويل، شعره، تخيلوا انا شعري يصير هيك. مثل هدول تبعون تاد. لا انا بتعرف اكتر شي كان، انا مش ليك ستيف جوبز مش قدوة الي، بس في كلمة حبيتها منه اللي بيكون بالواجهة الناس بتسمع له. تمام، فهمت كيف يعني؟ اللي بضل يحاول يكون بالواجهة والمقدمة هو اللي بضل كسبان. اوكي، بغض النظر قديش هو مدى شطارته. يعني شوفوا ستيف جوبز منه شي كبير، اوكي، حقيقة يعني طلع فيه بحقيقته، اوكي، منه هديك الشيء كبير، بس هو كان ضل مجتهد على حاله، وضل قدام، ضل قدام، ضل قدام، ضل قدام، اوكي، ضل على الواجهة. عرفتوا كيف القصة؟ ستيف جوبز تبع الابل يعني، عرفت شو قصدي؟ بالاخر طلع من عندنا بيلبس قبقاب. اكثر شيء بحبه من ايش اسمه، من مسلسل صحي النوم، بدا بيضلو اسود القديم، قال اوكي لا ما عندهم اي فقر، لا هالايام ما عادش في، اوكي ما عادش في انه الافتقار، ما عادش فيه، لا ما في. اوكي، بس كتير منكم انتم اللي عايشين، يعني اقول لكم الصراحه، اللي عايشين بعيد عنا احنا منطقه الشام عم بتعانوا. هذا اللي انا هذا اللي انا شايفه، احنا بالشام ما عندنا هيك. هي اسال الشباب، حتى لو السوري فينا عندنا هلا عنده مشاكل بعدهم بتعلم. فهمت شو قصدي؟ كنت اشوف شباب سوريين كثير قوايا قبل البرمجه، وحتى كان في لما كنت انا صغير كانوا الشباب بيطلعوا من لبنان يروحوا يتعلموا بسوريا او يشتغلوا بسوريا، بحكي مش تعلم، يشتغلوا بسوريا. اوكي، ف يعني مش ناقصهم اشي. اوكي، وبتذكر ستيف شو اسمه، ريتشارد ستولمان اجى على سوريا، عرفتوا كيف هالقد يعني. اوكي، ف يعني انا مش بس عم شد على سوريا، لان سوريا بس احنا منطقتنا هون، وهي الفلسطينيين اللي عندنا، عرفتوا كيف يعني؟ روح اسألوهم. اوكي، شو عم بيعملوا؟ فهمت شو قصدي؟ لا انا فلسطيني حبيبي، ساكن من لبنان. احنا اصولنا من قضاء طبرية، يعني شوي بنحكي كيف مسلسل الخربة، احنا جدودي بيحكوا كيف مسلسل الخربة اذا حضرتوه تبع دوري اللحام، نفس الفكرة. اه بس ما عندناش هي يقي وما بعرف شو هذا الكلام، مثل هاي كلمات، لا بس نحكي بنفس الطريقة. اوكي، اوكي، اه صح، تذكرت كتاب الجافا. خليني اجيب لكم كتاب الجافا اللي كنت عم بحكي عنه الصبح. اياهم شايفينه، هذا اول كتاب الكور فوليوم 1. اوكي،
اوكي هذا هذا اللي بلشوا فيه، هذا موجود على الاول اي تي بوكس اوكي، بس اصدار الحديث منه اوكي، هذا اصداره السابعه، هذا اصداره السابعه من الكتاب تمام. هلا لسه بعد بدكم تدوروا عن الفوليوم 2 اوكي، شوف شو طفين، هذا فوليوم 2 هذا فوليوم 1 شايفينه كيف، شايفين السمكه تمام. هدول صن بريس، كان لسه صن بريس مش اوراكل اوكي، يعني بعدين اعلان شعار صن قبل ما يصير للاوراكل. ف اوكي ف هون بالبروجرامينج بالكتاب الاول بيعلمك اساسيات الجافا تمام، بس ما بفوت بالبروسيسنج واساسوات الحكي اوكي، يعني بتاخذ شو الريفلكشن، شو البروكسيز، شو الانترفيسز، شو الايفنت، شو الجرافيكال يوزر انترفيس وهاي القصص اوكي، والاكسبشن هاندلك وهاي الاشياء اوكي. ايه كريمه انتوا قوايا بتونس، انا عارف انا مش عم استقل بحدا، بس عم بقول نحن عندنا بالشام صاير العلم افضل شويه، عرفتوا كيف هذا القصد اوكي، يعني ما بنعاني يمكن قد ما انتم بتعانوا، هذا اللي ظني الله العليم. انا بحكي بالشكل العام اللي عم شوفه عن طريق الفيسبوك، الله شو بعرفني انا اوكي، بحكي انطباعي هيك ماشي، يعني دوروا منيح بتشوفوا قديش يمكن مصر والسعوديه اكثر ناس بيعانوا، احنا ما عندناش الحكي اوكي، المغاربه ما بيعانوا ولا احنا مثل عندنا بالشام اوكي، العراقيه شويه صغيره خفيف اوكي، انا بحكيك بس عن انطباعي شو ما تلاقيت فيه، يعني احسن ما اكون عم نظلم حدا، عرفت شو؟ اليمنيه عندهم شاطرين ان شاء الله عنهم اوكي، بيتابعوا بس المعلومات عندهم قليله، بس انه ماشي الحال اوكي. طيب بس ولا مره سمعنا حدا من الصومال وجيبوتي اوكي. طيب هلا هون الكتاب الثاني اللي هو اللي فيه الاشياء التخينه، مش بس البرمجه اوكي، انا بتعلمت بعرف شبكات تسلا اوكي حبيبي، وبعرف بالسيرفر ادمنستريشن يعني اداره لينكس، انا اكثر شيء لينكس ادمنستريتر اوكي، بس اللي صاير انه السيستم ادمنستريشن وهي اوكي، قطع شوي الخط بعرف سبحان الله اوكي. داخل لبنان لا مش كتير بيشتغلوا عاديين مع برا اكتر، يعني من لبنان بس عم يشتغلوا برا مع برا اكتر اوكي، هيك عم بيشتغلوا تمام عشان يقدروا يأمنوا شغل تمام، قليل يعني اذا حدا هون عدد الزباين عندك حتكون جدا قليلة اوكي كبرمجة يعني. طيب فهون شايفينهم المواضيع المكتوبة اوكي، مالتي ثريدنج داتا بيز اوكي، البولتس مكتوب، الجيني والالداب اوكي، الجي او اي الادفانس مثلا اوكي، والاكس ام ال نتورك بروجرامينج اوكي، جافا بينز كله، الانترناشوناليزيشن كيف تعمل تعريب للبرنامج تبعك من كل هالكلام. فهذا هذا الكتاب اوكي، هذا الكتاب بالجزئين ماشي، هذا الكتاب بالجزئين، هذا الجافا كليات، هذول الجزئين هن الجافا كلها، عرفت شو؟ فعشان تعرفوا شو الجافا كبيره يعني مانا صغيره تمام. هذا عدا انه في المواضيع اللي دخلوها بالاصدار، لانه هذا عم يحكي عن الاصدار الخامسه من الجافا الكتاب، فكيف لو الاصدار تحكي عن الاصدار الثامنه والتاسعه حاليا اوكي، دخل فيها فانكشنال بروجرامينج. ف اوكي مجدي روح عند الاستاذ عبد الله عيد، هو بيعلمك اياه اوكي، عنده على قناته هو، اكتب عبد الله عيد بتلاقي دروس كامله عنده اوكي حبيبي. بس نصيحه بلش بالسي بلس بلس اذا بدك من عندي، تاخذ نفس الكورس اللي انا درسته بالجامعه اوكي، نفس الكتاب تلاقي بعدين جافا سهل كتير اوكي. يا وش كتب محلات
هنلعب بالتليفون انا وابني على الهون هنلعب بالتليفون هنلعب بالتليفون ابني على الهون هنلعب بالتليفون بس عم شوف شو في شغلات عندي. شو الفرق بين السي والسي بلس بلس؟ السي بلس بلس إضافة على السي، يعني فيك تعتبرها زي كأنه بس اعتبر كأنه لغة السي صار فيها تكتب object oriented فيها، فهمت كيف؟ هي بس مش بيور أكيد، لأنه بيور معناها بتصير زي الجافا. أوكي طبعا بالسي بلس بلس كأوبجكت أورينتد أوكي فيها شغلات مش موجودة، موجودة بالجافا. أوكي بالسي بلس بلس في شغلة الفرنشيب مش موجودة بالجافا، في شغلة أنا شو الفرنشيب بالضبط. أوكي أو بتعمل فانكشن بقدر أفوت على كلاس التاني من برا بكون فانكشن برا. دور عليها بستاك اوفر فلو بتلاقي لها حلتها بسيطه هاي. اوكي ماشي دور عليها بستاك اوفر فلو. في تو اري، في فانكشن اكيد فيها اسمه تو اري. اوكي الاري ليست تو اري، في فانكشن اسمه تو دوت تو اري دور عليه. اوكي بس تعمل اوبجكت من الاري ليست لحاله بتعمل له اري. اوكي او بتعمل فور لوب بتطالهم كلهم وبتحطهم باري جديده من نفس الطول، فهمت علي كيف؟ فهمت كيف كناني؟ يعني بتعمل هاي طريقة الفور ايتش تبعت الجافا كده. لا لا ما قدمت حالك مدرس، ما رح اقدم عليه. Oh.
مجدي محمد قال لي بدي اتعلم جافا. قلنا لك بتروح عند عبد الله عيد، اوكي، عنده دروس كامله بتقدر تدرسها، اوكي. في كتاب دايتل هاو تو بروجرام، اوكي، جيبه، اوكي. اوكي يا سالم كناني، علاء، شفتها؟ شفت قصة البلاي ليست ولا لا؟ قصدي الاري ليست. عنده سؤال يطرحه حبيباتي، اللي عنده سؤال يطرحه، اوكي. زبطت معك؟ علاء زبطت معك حبيبي؟ هلا الشغله اللي حكيتك اياها عن الاري ليست وللشباب، نفس الفكره بتفكروا نفس طريقه المنهجيه. الجافا مش ما يعني ما بتجيكش فاضيه، اوكي. شوف، بس تكتب الفانكشن، بس تكتب الاوبجكت، تعرف اوبجكت جديد، دائما حط ورا منه النقطه وشوف طلع منه شو بيطلع من وراه، اوكي. شوف شو الفانكشنز اللي بيقدم لك اياها دائما، وركب جافا دوك. كثير مهم تركب جافا دوك تبع الجافا، اوكي. بتصير دغري بتشاور على الفاريبل، بيعطيك شو طبيعته وشو الخلاف وهذا الكلام، اوكي. او ايه، يا هلا يا هلا. فدائما حط، دائما بس تكتب الفاريبل حط نقطه واقرا الفانكشنز اللي بتجي وراه، اوكي. كل الميثودز هدول ايه بفيدوك انك على ايه تتعرف الفانكشن شو فيه او هالاوبجكت شو فيه، بغض النظر حتى اذا ما استعملتوش. يعني فهمتوا كيف؟ او حط مثلا في متغير كثير يعني في شغله عم تستعملها، في كثير مثلا طريقه انه والله السطر بتعمل له كومنت بس انه بتخليه يحضر فاريبل بس اساس انه تصير يعني تستهدي على الفانكشنز اللي فيه، اوكي. المهم طريقه خليها تطلع معك عشان اذا بدك ترجع على الفاريبل تعرف شو الفانكشنز اللي عليها. كيف؟ طيب حدا من الشباب الاربعه اللي معنا عنده اي اسئله؟ اه، في مكاتب خاصة بالجافا، في مكتب القهوة وفي مكتب مكتب الهجرة إذا بدك، عرفت كيف؟ اه، عندي كتاب اقرا عنه تي سي ال تي كي، اوكي. في افتح الموقع تبعي، اوكي، بالعربي في مكتوب. درست المالتي ثريدنج؟ بعد في المالتي ثريدنج اكيد اكيد مرت على المالتي ثريدنج يا تقية. ايوه، شفت المالتي ثريدنج. بعد عندك المالتي ثريدنج، شوف كتاب الكور جافا، اوكي، اللي علمت عليه هون انا، وشوف شو بعد ناقص معلومات منه، ماشي. وفي لامدا فانكشنز كمان، وفي موقع اسمه فانكشنال جافا، شوفوه فيه كيف تتعاطى مع الاريز بطريقه الفانكشنال، اوكي.
طلع على الفانكشنال جافا، اكتب فانكشنال جافا كلمه واحده اوكي، او حطهم كلمتين بال فانكشنال جافا دوت اورج اظن الموقع اسمه. يعني انت فهمت علي، بتصير مثلا عندك لسته بدك تضربها كلها بثلاثه، لسته ارقام تضربها كلها بثلاثه، مش بتستعمل فور لوب وهذا اوكي، هي لحالها منها وفيها وبتسحب لك اياهم كلهم اوكي، بتعمل المابينج بتعمل الفلترز بتعمل كل هالقصص على الطاير، بتصير تعمل فانكشنز على الطاير وانت عم تشتغل، عرفت شو؟ هول انا بشوفهم بلغه، بس اذا قريت عنهم شوي بلغه هاسكل بكونوا اوضح شوي بالكتابه، بس للكتابه عرفت شو تفهمهم بشكل واضح اوكي. اي موقع اكتب سوبر لينكس دوت نت اوكي، كلمه انجليزيه اوكي، سوبر لينكس دوت نت. الموقع انا كاتبه هذا من الصفر، ما فيش فيه شيء يعني من لا جملة ولا شيء. طيب ما هي اجيب من الاباتش، شو احنا من وين نجيب؟ بس هلا بالنسبه لل اتش تي بي كلاينت، هاي في مكتبه الاتش تي بي كلاينت تبع الاباتش بطلوها، صار بتلاقيها بالاندرويد، بالاندرويد ستوديو خلقه جاي يعني، عرفت كيف؟ من طريقه هذا شوي ثقيله فيها، بفوتك بالثريدنج شوي اوكي. تقية حبيبي بتلاقيها بال يا وائل، افتح الاول اي تي اي بوكس، مليون 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 كتب جافا كل الانواع اوكي. علوان الخوارزميات فايدتها ولا شيء، خوارزمية معناها طريقة عمل بس اوكي، طريقة عمل او طريقة حل البرنامج، ما فيش فايدة يعني اوكي، هي طريقة حل البرنامج، الخوارزمية ليس الا طريقة حل البرنامج اوكي. بس لما بيحكوا عن الخوارزمية بالأغلب بيكون قصدهم الأشياء اللي هي بتكون زي صايرة زي قواعد عامة، فهمتوا شو قصدي؟ من قواعد الفيزياء يعني، من قوانين الفيزياء تقريبا، فمش عم يحكي عن قانون بس يعني إنه الأشياء اللي هيك معقدة شوي يعني، مش مجرد والله يعني شيء مثلا مثل ترتيب الداتا أو مثلا مثل البحث عن داتا بهاي الأصل بترتيب معين، نازلين بترتيب معين. اوكي اظن جاوبتك يا علوان اوكي، فما في شيء يعني الفائده هون ما لها علاقه بالموضوع يعني، يعني هي الخوارزمية مش أداة يعني كي تستفيد منها okay. على أنا فهمت عليك مسألة المكتبات البرمجية، بس مش مكاتب اسمه مكتبات تمام، مكاتب يعني الطاولة okay. طاولات يعني بتصير مكاتب ماشي، فبتحكي عن مكتبات انت هون okay. فأظن يعني بدك يعني انت عم تسأل سؤال عام جدا 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 وما بزبط يعني اوكي. بس طريقة حله بس شوف، انا لك شغل، بدك تشتغل مع جوجل، بدك تشتغل مع هاي الشركات، قبل ما تفكر بهذا الحكي فكر كيف تطلع على امريكا، عرفت؟ تفكر كيف لما بتدرس هناك اوكي وتشوف لك حدا يشتغل معك، فاهمني كيف؟ يعني تشتغل عنده يعني لحتى يعطوك اقامه، بعدين بنبقى نحكي تشتغل عنده، عرفت كيف؟ تشتغل بامريكا يعني تمام.
او باستراليا بتزبط معك اهون شوي، عرفت شو؟ لانه هناك نظامها زي الامتحانات، يعني بتعدي الجامعه، بتعدي امتحان الانجليزي تبع الهجره وخلاص بتصير مقيم. اوكي، طبعا الجامعه معناها 3 سنين يعني بدك تدرس هناك. طيب بعدين علاء ما تسأل بالعراق، اوكي؟ شباب العراق قوي يعني، عرفت كيف؟ ما تسأل فيهم، ما تستهون فيهم يعني، اوكي؟ لو واحد بيتعلم، حتى اشوف الغادي، اوكي، لو واحد بيتعلم خوارزميات الفوتوشوب في برنامج يقدر يكتب فيه الخوارزمي لا يعرف حله صح وخطأ. مروان حبيبي بس زبط صياغة السؤال مش واضحة. اوكي قطع النت. طيب اوكي قطع النت. طيب كان بأنا وقديش كان امتين عملنا أول ثانوي، كان شي 14 سنة أو 15 سنة، كان تسلا بالكيو بيزك حبيبي، بالكيو بيزك كنا نعمل. نتورك سيرفر جافا، مبدئيا بتعمل بتفتح سوكت، عرفت كيف يا طاقية أو الأوائل، بتعمل أوبجكت اسمه سوكت. اوكي، وطبعا حسب اذا بدك اياه يعني كلاينت ولا سيرفر، اذا بدك اياه يعمل بايند ما بايند على بورت ولا مش بورت، بدك تشوف كيف السنتكس تاعتها يعني. اوكي، وبتتعاطى معه كانه فايل، وبعدين بتذكر بدك تعمل ثريدز، اوكي، مشان تضلها شغاله طول الوقت. كل ما بدك تفتح، كل ما اجاك اتصال بدك تفتح ثريد جديد تتعاطى معها، فهمتني كيف؟ هيك في 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 تمبلت خالصة بتنسخها بتعطيك كلاينت سيرفر، بعدين انت تظبطها للتشات اللي بدك اياه، تمام؟ بس المهم هي بتعمل لك المالتي كونكشن يعني مع بعض، يعني مثلا زي السيرفر العادي الحقيقي، اوكي؟ انه مثلا 20 واحد على داخلين على نفس على نفس السيرفر الواحد، اوكي؟ في وحدة انا استعملتها، اوكي؟ دور على مثال كلاينت سيرفر، دور على مثال كلاينت سيرفر بالجافا على النت، اوكي، وبتقدر تلاقيهم. بتصير بس تاخذ هاي تمبليت كامله، اوكي، وبعدين بتقدر تعمل يعني مثل ما فهمت علي، بتقدر تعمل كلاينت، بتعمل السيرفر اللي بدك اياه. ايه يا كوبر، يا سلطان حبيبي قول لي شو بدك. بعد ما حداش يقول لي سؤال، اكتب سؤالك دغري. بدك تجربها، كيف تجربها على الكمبيوتر؟ مشان هيك نحن ما بنكتب خوارزميات ولا بنعمل فلوت شارت، دغري بنحطها على الكمبيوتر. عرفت شو؟ اللي بعلمك بهالطريقه معيشك بالخمسينات، فهمتني كيف؟ عمشك بالاربعينات والخمسينات، عرفت شو؟ معيشك بالعصر الغابر يعني. المكتبات انك انت بتجيب شو اسمه دوال جاهزة، ما بتضطرش تكتبها من اول وجديد، عرفت كيف يوسف؟
ال PHP هي اصلا فيها جاي منه فيها مكتباتها يعني ما مش بحاجة تحكي. جافا سكريبت بتحكي في جي كويري، اذا حبيت تزيد الجي كويري بتقدر تستعمل المكتبات اللي فيها. اوكي يعني غادي، بس نحن بالجامعة عندنا استاذ ما بيحكي عنا، بيمرق هون هيك بقلب صف بس، ما حتى بيمتحناش فيهم. اوكي بيمتحنا بشيء اهم، في البروسيجرال تشارت هاي اهم. اوكي تعلم اول شيء بروسيجرال تشارت، بتعطي علاقة، بتحط العلاقة بين كل الفانكشنز الموجودين بالبرنامج، لانه خاصة انت عم تتعامل مع لغة مثل سي مثلا، بتكون ارتباط كل الفانكشنز ببعض، عرفت شو؟ شوف لما تحكي عن العمل الحر يا وائل، بغض النظر عن احنا لا عم نحكي عن مواقع ولا نحكي عن الشيء على ارض الواقع يعني، انسى هي قصه المواقع، ماني ضدها، بدك تشتغل اشتغل، بس احنا بنحكي هون لما بتحكي معي بتحكي بس بدون مواقع، لانه ما عندي خبره هي المواقع. ماشي انا بحكيك عن الخبره الحقيقيه على الارض. اولا في عندك التسويق، اثنين بدك تضمن حقك، هي طبعا بدك دائما عند محامي، دائما لازم يكون معك محامي. اوكي تروح عنده انت وال انت والزبون، اوكي وتمضوا عنده العقد اللي بينك وبينه، تمام هيك تضمن حقك دائما. اوكي اهم شيء يكون العقد واضح المعالم ومكتوب بشكل صحيح، تمام. جافا يا سلطان حايك، بنستعمل شو اسمه، بنستعمل يا نت بينز يا اكليبس للجافا العادية، جافا المكتب والويب سيرفر، عرفت كيف؟ بس الاندرويد بالذات، اوكي الاندرويد بالذات بدك تستعمل اندرويد ستوديو. اوكي وائل، زبون ولا دولة بتروح بتمضي العقد معه عند محامي، خلاص بتضمن حقك دائما. اوكي هلا في ناس العادية مش بحاجة، عرفت كيف؟ خلص متفق انت وياه، هذا بينك وبينه، بس انت ما تسلم الشغل غير ما يجي يدفع لك المصاري، تمام، او اتفق معه على دفعة مسبقة وبعدين شو اسمه بتسلم نص الشغل واشتغلت الباقي بس لما يدفع كل المصاري. اوكي يعني هذه انت وشطارتك منيحة منيحة يا منيحة، ما في فرق عن هالقد عن ال بي اتش بي. اوكي بايثون منيحة للمواقع. اوكي ذوق، مسألة ذوق، افهموها بالاخر، بس تغير لغة السكريبت على ال بي اتش بي بصير مسألة ذوق مش اكثر، كما عدا مع النوت دوت جي اس عم بتحاول تستعمل نفس الجافا سكريبت يعني، بس بشكل عام بتضل مسألة ذوق مش اكثر، كل واحد هو شو بيرتاح، تمام. نصيحة بعد عن دول الخليج بس، اوكي هلا احنا فلسطينية بعد عنهم، مش ضدهم احنا بس بعد عنهم. اوكي موجودين بمواقعهم يا سلطان، مش من عندنا يعني، ما فيش اشي مخفي، اسأل اي شخص بيشتغل بالجافا بيحكي لك عنهم. الاكليبس، اوكي اكليبس دوت اورج، اوكي وعندك نت بينز معروفين هول يعني، مش شيء غريب. ماشي بس الاندرويد ستوديو شو اسمه هذا لازم لحال للاندرويد، بس للاندرويد هالايام لحال، زمان ما كان بدك، كان فيك تستعمل الاكليبس دغري اوكي تنزل، وكانوا مرتبطين يعني رابطين الاندرويد اس دي كي عليه. اوكي النت بينز كمان فيك تكتب عليه اندرويد، بس بدك تشتري هاي الوحده، انا هيك بتذكر اللي عامل الوحده اللي بتحكي مع الاندرويد اس دي كي بدك تشتريها. اوكي وائل ما بعرف، ما في احكيك عن مستقبلات، اوكي انا ما بخمم، اوكي ماني ما بعرف الغيب يعني. انا معي ماجستير معلوماتية انس. اوكي
يا هلا سلطان. مكتبة برمجية يعني أنا شو بعمل؟ مكتبة برمجية يعني مش برنامج، مجموعة دوال، مجموعة functions. أوكي فهمت كيف؟ فيها ألوان منلف يعني، ومنلفهم بلفة واحدة وخلص بنوزعهم، عرفت كيف؟ اللي بده بضمهم على برنامجه، أحسن ما هو يكتب كل الكود من أول وجديد، يعني نفس الكود من جديد من أول، كي يضيع وقت عليه. فبستعمل هاي الشغلات. أوكي وبالغالب بتكون المكتبات البرمجية للأشياء، مثلا لا حصرا، يعني بدك البي دي اف، بي دي اف هذا الشيء مش انت بتقرره، ناس هن عاملين الصيغه هاي فمتفق عليها بطريقه عامه للعالم كله، فكيف بدك تحكي فيه تستعملها؟ فبنعمل مكتبه برمجيه ان شاء الله. تمام. اكيد حتفيدك اكيد. ايش جافا؟ جافا فيها شغل خلص. جافا بس ببساطه اللي بعده مش مصدق يروح يفتح مواقع التوظيف ويشوف قديش طلب على جافا. بس كل الناس تعرفها، كل الناس، انا مش عم بعمل دعايه للجافا، هاي شغله مسبقه من زمان، واحنا بنعرف الجافا من اول ما تعلمت، وقولوا لك جافا روح مع الجافا، الان عارفين فيها شغل. ايه بدك الجافا تعلمت؟ هلا انت قلت لي شغلات تعلمتها مش هيك؟ ايه وائل قلت لي شو تعلمت انت بالجافا قبل؟ خليني بس ارجع شو تعلمت، شوف شو تستعمل. لا لسه مش حكيتني، في حدا حكى لي قال لي انا تعلمت كذا شغله مع بعض. العاب؟ لا انا اصلا ما بطش برمج العاب يعني، ولا بفقد طعم الالعاب الثانيه اللي بلعبها، عرفت ليش؟ بس تعرف شو يعني برمجه العاب؟ ما عادش بتصير لك نفس تلعب. اوكي ف يعني كم زيد على جافا علمك، عرفت كيف؟ هيك شو بدي اقول لك يعني، الشبكات تعلم الشبكات، شو بدي اقول لك؟ اوكي اداره سيرفرات لينكس او ويندوز. اوكي انا اكثر على لينكس. اوكي طيب شو في كمان؟ شوف لغات تانية ونوع، نوع حبيبي، عرفت شو قصدي؟ نوع، مش نصيحة هاي، بس عشان تغير جو، بس شوف نوع، شوف أشياء غريبة، دور بالبرمجة وين في أشياء غريبة تتسلى فيها. أوكي في لغات برمجة مثلا مهمة غير الهاسكل بالفونكشنال، في كلوجور، في سكالا، في الاكسير، اكسير اسمه الاكسير، هذا زي بالعربي. اوكي يعني في كثير لغات هيك. اوكي وليش هندسة عكسية يعني بتعمل ديكومبايل للكود عشان تعمل ديكومبايليشن للكود، او بتكون متعلم اسمبلي وبتعمل شو اسمه وبتعمل ديسمبلينج للكود، يعني الاسمبلي يعني بتجيب الكود وبتحوله لبرنامج، الديسمبلي بتعكس الكود وبتطلع الاسمبلي تبعه، عرفت علي؟ فمعرفتك للاسمبلي جدا مهمه. اوكي بالجافا بتعمل ديكومبايليشن للكود، تجيب ديكومبايلرز موجودين في منهم كتير للاندرويد على التليفون. اوكي في واحد اسمه شو جافا، يعني اعرض جافا. اوكي شو جيبه كتير حلو هذا، ما بعرف حبيبي يا انس. اوكي ما بعرف. بعدين الناس هي نفسها بتكون بتصلح الاكواد تاعيتها. تمام هي نفسها من حالها، هي عارفه حالها شو عم تكتب، ما حداش بكتب من الهوا. اوكي كم لغه بعرف؟
انا اقول لك، قلت لك اياهم بالترتيب كيف بلشت اتعلم. تعلمت باسكال، شو اسمه، سي، سي استصعبتها شوية، اضطريت امشي شوي على البي اتش بي مع السي سوا سوا حتى بس افهم كيف تنكتب السي، تمام. بعدين سي بلس بلس معها كمان اكيد، بعدين بعدين الجافا، بعدين شو، بس ضليتني بالاخر على البي اتش بي لانه كان لي شغل فيها اكثر، والويب ديفلوبمنت اكثر. شو بعد كمان، يمكن شوي، يمكن شوي شل سكريبتنج وقتها، بعدين اوكي بس بعرف شل سكريبتنج يعني مشان لا. بعدين بعدين شو تعلم مثلا، البيرل بقراها قراية، البايثون تعلمتها بس هلا ما بكتبش فيها اوكي، بس اذا قريت الكود بعرف يعني مش هالشي ولا في شي صعب حيصعب علي. التي سي ال كمان، ركس قريت عنها على السريع، على السريع قريت عنها اوكي، بتعلم بلمحتها يعني ما بدها شي. ركس اسهل من اسهل اللغات يعني، حتى لو بقول لك بايثون اسهل سهل كتير، لا ركس اسهل بكتير. بعدين شو في عنا؟ شو تعلمت بعد اللغات؟ بعدين بالآخر هاسكل مؤخرا، تمام. لسب بروجرامينج يعني فهمانة شوي بس مش يعني ما بعرف لاش بجد، بس فهمانة يعني من برا كود بفهمه اوكي إلى حد ما. وبرولوج مرقنا عليها بس نسيها حتى اوكي، بس لو اذا حطيتها براسي بحط بشتغل عرفت كيف، بس ما تعلمتهاش فعلي ولا استفدت منها اوكي. والاسمبلي تعلمناها بالجامعة. بعرف شو الاسامبلي كيف بدك تفوت فيها، ما بعرف. الاسامبلي بتفيدك بالذات بس لما تستعمل مثلا شيء زي السي وبتنزل على مطارح بدك فيها تسريع اوكي، هيك بتصير. الباش ما لها الباش، شيل سكريبت، ايه باش هو الشيل سكريبت، باش هو المفسر تبع الشيل اوكي. طيب انا خلص حبيباتي تعبت خلص، بدي اروح انام، ما تكون شيء، يلا تصبح على خير.